السلام عليكم ومرحبا بكم في اليوم الخامس من البرنامج في ورشة التسويق والمبيعات. أنا دعاء حكون المديرة بتاعة الجلسة. معنا الليلة أستاذ محمد التجاني، وهو مسوق معتمد باعتراف دولي وحاصل على الزمالة العليا في مجال التسويق CIM Fellowship. عنده أكثر من 16 خبرة في مجال التسويق. بدأ حياته المهنية بصفته مسوق في الصناعة المالية، واكتسب معرفة عميقة جدا في الاستثمار والأسواق المالية. ساهم أيضا في تأسيس العديد من العلامات التجارية المشهورة في الشرق الأوسط زي بورصاد في المملكة العربية السعودية، وهو أيضا أكبر وكيل لأسعار الأسهم السويدية و MEC and Trend Loyal Investment. رجع السودان في 2022، قام بالتوجيه وتدريب العديد من المسوقين السودانيين من خلال برنامج CIM Chartered in Institute of Marketing من المستوى الرابع وصولا إلى المستوى السابع. هو حاليا رئيس قسم التسويق أو Head of Marketing في مجموعة محجوب أولاد الهندسية، وأيضا مستشار للعديد من الشركات والكيانات في السودان. الخلفية الأكاديمية بتاعته إنه درس التجارة الإلكترونية في السودان، درس التمويل والاستثمار في جامعة برايتون، حاصل أيضا على درجة الماجستير في التسويق الاستراتيجي من CIM. ده باختصار نبذة عن مقدم الورشة الليلة أستاذ محمد التجاني. بس حابة أذكركم إذا في أي سؤال ممكن يتكتب في الشات بوكس، وممكن نبدأ طوالي. شكرا. دعاء استقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوت واضح؟ أيوة واضح. أيوة. طيب، مرحب بكم سودانيز ريسيرش فاونديشن، مرحب دعاء وكل الشباب خلف البرنامج العظيم ده حقيقة، إنه الناس تشير النوليدج وإنه تضيف سبورت لناس احنا كنا في حتة مرة. الدعم ده حقيقة يعني لا يستهان به، والواحد في مرحلة زي دي بيكون عاوز يشوف الناس اللي قدامه عملوا شنو ووصلوا هناك كيف، وبيبقى زي 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 تنوير للطريق حقيقة ليهم، يعني انه بيكون في دفعه بتاعت امل كده انه يا اخي الناس دي وصلت، والموضوع ما بكون يعني ضبابي. فان شاء الله انا شاكر اولا الاستضافه حقيقه، بحب احيي الحضور كله، الشباب الموجودين كلهم، ان شاء الله تكون محاضره خفيفه وذات فائده على الجميع، وان شاء الله يعني تشيل شويه من الضبابيه في وقت احنا هسه يمكن العلوم يعني تداخلت فيه، ويعني اصبح في تشعبات في بعض العلوم دخلت فيها مساله الديجيتال ترانسفيرنج او ترانسميشن، وطلعت مسميات جديده. فحقيقه انا بشكر الجهد بتاع السودانيز ريسيرش فاونديشن، وان شاء الله المحاضره بتاعت الليله تكون فيها اضافه يعني بسيطه. زي ما ذكروا الشباب، الحمد لله يعني انا مجالي الماركتينج متخصص فيه لاكثر من 16 سنه، والحمد لله انه الواحد وصل فيه. طبعا العلم ما عنده حقيقه النهايه، ولكن يهو الواحد بيسعى، والحمد لله يعني انا حاليا في الماركتينج، مش الجانب الاكاديمي. الجانب الاكاديمي انا عندي ماجستير يعني، لكن في الجانب المهني ايضا في كواليفيكيشن، والحمد لله يعني وصلت اعلى مرحله من مراحل الكواليفيكيشن المهنيه، وهي درجه الفيلوشيب. يعني الحمد لله عندي الفيلوشيب بلس تشارترد ماركتير، ودي وبفضل من الله تعالى، يعني في النهايه ربنا هو اللي بيوفر، انه اعتبر اول عربي يحصل على الدرجه دي ان لم يخن يعني الظن، ولو ما الاول حكون من القلائل جدا، لانه الواحد عمل الديو ديليجنس عندنا دايركتوري
في كوميونتي للفيلوشيب في السي اي ام، فالواحد عمل دي درجس، ما في اي عربي موجود، ولكن في النهايه الواحد يفتخر بانه كسوداني وصل مرحله زي دي، وانه يكون سند لاخوانه وشيرنج النولج. طيب انا هحاول انه اكون فاتح الكات برضو، الواحد يحاول يتابع مع الناس بقدر من الامكان، لكن برضو بنخلي الكات ان شاء الله لاستاذ دعاء بعدين هي تنقل لنا الاسئله. الماركتينج، خلونا كده اول حاجه نبدا كده بحته بتاعت تفاؤل كده، وانه نعرف ذاته قبل ما نخش في الماركتينج نفسه، السلم الوظيفي او الواحد ممكن يصل وين في مسألة الماركتينج دي، او هل هي فعلا تخصص انا هخش واقرا 4 سنين في الجامعة عشان في النهاية اكون بياع؟ فده تساؤل كثير يعني بيخطر على بال الناس. انا يمكن كنت دايركتور فور ذا لاست 7 years في المانجمنت، فور ذا لاست 11 years عملت انترفيوز كثيره جدا، فكان الناس مرات بيسالوا يعني انا ممكن اصل وين. فحقيقه حبيت انه اجيب لكم الاستراكشر اللي قدامكم ده، الاستراكشر فوق ده حاليا الاستراكشر انا حاليا بشغله، وفيه التخصصات دي عشان الناس تعرف انه الماركتينج ده فيه شنو، لانه يعني في معلومه مغلوطه او في بيرسبشن مس يعني بيرسبشن بتاع انه الماركتنج ده هو بس الدعايه والاعلان وال البيلبورد والفلايرز وكذا. طيب لو جينا للتقسيم بتاعت الديبارتمنت بتاعت الماركتنج حسب حركات الداونفول، هنلقى عندنا انه في الهيد اوف ماركتنج او الهيد اوف ديبارتمنت ده المانجنج الديبارتمنت از هول. طيب بعدها بيكون في عندنا البراندنج مانجر. البراندنج مانجر ده الاسم المعني بموضوع البروموشن اللي هي الدعايه والاعلان. تمام، من لما نجي لمساله بيلبورد، او لما نجي لمساله البيلبورد يا اخوان اللي هو اللوحه الإعلانية اللي بتكون موجودة في الشوارع، لمرحلة دعاية التلفزيون التي في كوميرشال، لمرحلة مثلا المعارض زي معرض الخرطوم أو المعارض المتخصصة، إلى مرحلة الستيكرز اللي بتكون على العربات، الى مرحله اللي يعني بتكون مثلا اليونيفورم بتاع الشركه وفيه البراند. اي حاجه بتخص الحاجه المرئيه دي بتكون في الجزء بتاع البراند مانجر. زي ما قلت دخلت تخصصات جديده، العالم قاعد يتطور، فبتحصل منها تفرعات. كلنا بنسمع بالديجيتال ميديا، كلنا بنسمع بنشوف كل يوم في الفيسبوك تحديدا يقول لك يا اخي انا سوشيال ميديا اكاونت مانجر، اكيد يمكن سمعته بالمسمى ده وانت تكون عارف يعني طيب ده بيعمل شنو يعني، وهل فعلا هو مانجر يعني زول ده بتخرج طوالي مانجر؟ فهو بتكون هي الكلمه مانجمنت اللي هو مانجينج الموضوع، يعني يدير صفحه الفيسبوك وليس مانجر بمفهوم انه هو يدير تيم او يدير فريق. ولكن البراند البروموشن دي طلع منها تفرع خاص بالديجيتال ميديا. تمام، فاحنا لما نقول ديجيتال ميديا هي بتكون جزء من البراندنج. فكل الكلام اللي احنا قد نكون متوقعين انه هو ده الماركتنج او هو ده التسويق، لاحظ انه انحصر، لاحظوا انه انحصر في يعني هي ده يونت واحده من الديبارتمنت اللي هي البراندنج. النقطة الثانية أو الديبارتمنت الثانية أو السكشن الثاني في الماركتينج عندنا حاجة اسمها الماركت ريسيرش. طبعا أنا خدت بالمانجر باعتبار إنه دي يونت بيكون عندها مانجر وتحتها بيكون في ستاف. فالماركت ريسيرش مانجر اللي هو معني بحاجة اسمها أبحاث السوق. أنا هجيكم بعدين، حاجة هفصل بعدين في الموضوع أكثر، لكن الناس يمكن تستغرب تقول يا أخي ماركتينج كيف يعني بيعمل ابحاث وبيعمل اناليسيز ويعني دي يمكن تكون حته بتاعت قسم ثاني يعني، لكن بقول لكم لا، هي الماركت ريسيرش تابعه للماركتنج وهي واحده من اقسام الماركتنج.
وحنفصل فيها بعدين يعني، وحنوري اهميتها وين وبتخدم شنو. عندنا البي ار مانجر، البي ار هي البابليك ريليشن. للاسف في السودان يمكن جات من الوزارات الحكوميه او كده دائره العلاقات العامه او مسؤول العلاقات العامه، وهو ده بالاصح بيكون مراسل. زول بيمشي يودي الورق للحكومه، الدوائر الحكوميه طبعا لو كنا في شركه بيمشي يودي الورق للدوائر الحكوميه ويخلص. هو ده يعني ما عنده علاقه حقيقه، ده تخصص مختلف تماما. لكن الببليك ريليشن شيب مانجمنت اور مانجر في الماركتنج هي اللي بتعني بعلاقه الشركه بالمجتمع. سمعنا بحاجه اسمها الخدمه المجتمعيه، الكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي. يلا البي ار مانجر ده الزول المعني بالحته دي، تمام؟ هو الزول المعني بتحسين صوره الشركه في نظر المجتمع، تمام؟ طبعا ما بتجد بس على الكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي، الحاجات كثيره جدا، ولكن هي دي الفكره بتاعتها، انه علاقه الشركه بالمجتمع. الشركه المجتمع ما يكون شايف الشركه دي عباره عن مصدر باستغلالي فقط وقاعد يعمل قروش فقط والى اخره. فده الجزء المختص بالحته دي. بعد كده عندنا الكاستمر اكسبيرينس مانجمنت اور مانجر، ده قسم بيختص برضا العميل، برضو حنفصل فيها بعدين إن شاء الله كثير. لكن لما نجي بمفهوم إنه الشركة قائمة على البيزنس بتاع قائم على عملاء، ففي قسم خاص إحنا ممكن بنسمع كلمة customer service خدمة عملاء، ولكن هي حقيقة اسمها الـ CX أو الـ customer experience، وهي داخل فيها الموضوع إرضاء العميل وحفصل فيه بعدين. لكن دار أوضح إن هي ما كاستمر سيرفيس، ما خدمة عملاء فقط، وإنما بتدخل فيها حتى إنك يعني تعرف توقعات عملاء شنو إلى آخره. دي كنا حفصل فيها قدام. طيب نجي للسيلز. السيلز حقيقة هو جزء من الماركتينج. في خطأ كبير بيحصل عندنا للأسف في السودان الماركتينج يا إخوانا، معليش برضو في نقطة مهمة شديدة لازم نذكرها، إنه التسويق هو كمفهوم أو كعلم جديد على السودان والوطن العربي، تمام؟ طبعا لما أقول جديد يعني خلينا نتكلم حتى على 30 سنة اللي ورا مثلا، تمام؟ فبنجي نلقى إنه أغلب الشركات هنا كانت بتلقى فيها قسم التسويق، قسم المبيعات عفوا، وحتى يسمى سيلز اند ماركتينج، في حين إنه السيلز هو جزء من الماركتينج، لكن بنلقى التسمية هنا مبيعات، لأنه الناس كانت sales driven، يعني بتسوقهم يعني بتسوق أو oriented بالsales، تمام؟ المسألة بتاعت الماركتينج أو المهام بتاعت الماركتينج كان بشكل غير مباشر، ممكن غير مقصود، كان بيقوم بها صاحب البزنس نفسه. فدي يمكن حتى بتورينا إنه الماركتينج هو البزنس، فكان بتلقى صاحب البزنس هو بيقوم بكل المهام اللي هيقوم بها الماركتنج، هنشوفها بعدين، هي ما دعاية وإعلان فقط، تمام؟ طيب السيلز هو جزء من الماركتنج، فالسيلز ده ذاته بيتقسم إلى طبعا مبيعات واضحة، أنا عندي برودكت أو سيرفيس أو خدمة عايز أبيع. الماركتنج يا إخوان التسويق والمبيعات هي على البرودكت، على المنتجات اللي هي المنتجات الملموسة، في منتج في يدي شامبو بيبسي جزمة، وفي خدمات. لما تمشي البنك بيقدم لك خدمة، ما بيقدم لك برودكت، ما بيقدم لك منتج في يدك. فالماركت التسويق والمبيعات هي على الخدمات والسلع. طيب بالنسبة للمبيعات بتتقسم نفسها على تخصصات قد تكون بنسميها احنا الريجونال، اللي هي مناطق. المناطق دي ما شرط تكون منطقة جغرافية، ممكن تكون بالمنتجات، فبكون عندي مثلا مدير مبيعات خاص بالمنتج الفلاني اذا كانت الشركة فيها اكثر من منتج، ممكن يكون مدير مبيعات خاص بالشانل، تمام؟ اللي هي مثلا مدير مبيعات خاص، دي حسب موجودة عندنا في الشركة احنا، مدير مبيعات خاص بالشركات والمنظمات، مدير مبيعات خاص بالتجزئة كده، ممكن تكون جغرافية اللي هي مثلا مدير مبيعات خاص بالمنطقة الجغرافية الفلانية، مثلا مدير مبيعات للقضارف، مدير مبيعات للخرطوم وإلى آخره. طيب
اتمنى هنا وضحت لكم انه الماركتينج ده ممكن يعني يكون فيه شنو، او انت ذاتك بعدين لما تتخرج ممكن تشتغل شنو. الاحلى من كده خلينا نشوف انه الماركتينج ممكن يصل لوين. الماركتينج ممكن يصل لوين، حد وين؟ طيب هنا التقسيمه تحت السي اي او، اعتقد يا جماعه اغلبكم عارف يعني شو السي او، هو تشيف اكزيكتيف اوفيسر، وده اللي هو رئيس مجلس الاداره، ده اعلى زول بيكون في الشركه تمام في السلم الوظيفي. طيب تحته على طول ممكن تجي واحده من المسميات دي على حسب الشركه، ممكن يجي في بي اوف ماركتنج اللي هو فايس بريزيدنت اللي هو نائب المدير لشؤون التسويق، دي بنلقاها في البنوك تمام. فيعني تحت تحت رئيس مجلس الاداره طوالي عنده نائب لشؤون التسويق، شوفوا 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 الوظيفه دي مهمه كيف. ممكن يكون في حاجه اسمها السي ام او، هم دول كلهم ليفل واحد يعني بتلقى كلهم في نفس الشركه حسب القطاع وحسب كده، ممكن يعني تجيك دي او دي او دي. طيب في السي ام او، السي ام او اللي هو هنا قلنا السي اي او اللي هو تشيف اكزكتيف اوفيسر، هنا في السي ام او اللي هو تشيف ماركتنج اوفيسر، فده نفس الشيء يعني زول خلاص الفوق طوالي رئيس مجلس الاداره. وفي ممكن يكون السي سي او اللي هو التشيف كوميرشال اوفيسر، وده ذاته هو يكون زول بتاع ماركتنج تمام. او ممكن تكون في الماركتنج دايركتور تمام، اللي هو يعني رئيس قسم او كده اللي هو اعلى من الماركتنج مانجر. فدي كلها مسميات لو ملاحظين المدير المباشر ليه او خلاص النكست ستيب هي رئيس مجلس اداره. فانت ذاتك، وبالمناسبه في يعني كميه يمكن انا حقيقه ما عندي رقم كاحصائي، لكن النسبه لا يستهان بها السي اي اوز على مستوى العالم اللي هم رؤساء مجلس اداره الشركات على مستوى العالم، الباك جراوند الخلفيه بتاعتهم هي جايه من الماركتينج. طيب اخواننا، فعندنا اتمنى دي تكون وضحت شويه كده بتاعت امل انه يعني انت دخلت ماركتنج ده ما عندك حد ثاني خلاص، يعني انت ممكن تصل اعلى حاجه في 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 مجال البزنس. طيب نجي موضوع الكواليفيكيشن. طيب الماركتنج انت بتدخله عن طريق كليه اداره الاعمال على حسب يعني علمي في السودان، انك بتدخل كليه اداره الاعمال، وقد تكون في جامعات اللي هي طوالي فيها تخصص التسويق، لكن الغالب هي كليه اداره الاعمال تمام. ممكن تتخصص في السنه الاخيره ماركتنج. الحاجه الثانيه هي الماجستير، انه ماجستير اداره الاعمال الام بي اي، وبيكون بتخصص التسويق بتخصص الماركتنج. واغلب الناس اللي هي بتبقى خلاص يعني تشوف طريقه يعني بيور في الماركتنج بتكون درست ام بي اي ماركتنج. بالنسبه للزمالات المهنيه عندنا السي اي ام واللي هي انا عضو فيها بعضويه كامله الحمد لله، هي الشارترد انستتيوت اوف ماركتنج، مقرها بريطانيا، وهي اول جهه تنظم عمل التسويق في العالم، وهي اكبر جهه أنشئت سنة 1911 باعتراف من يعني ريكوجنيشن من الملكة، ملكة بريطانيا إليزابيث. فيها فوق بالمناسبة حتى المعلومة دي لأنها كانت موجودة في الكبيرة القديمة شوية، كان فيها أكثر من 30,000 ممبر، هي أكبر جمعية على مستوى العالم في الماركتينج، وفيها 3,000 تشارترد ماركتير. اللقب بتاع التشارترد ماركتير ده يا جماعة اللي هو اللقب بتاع الاعتماد، خلاص انت معتمد دوليا كمسوق معتمد او كشارترد ماركتير، اللي هي ايكويفالنت ليها. طبعا احنا اكثر شيء مشهور كان في المحاسبه يقول لك يا اخي محاسب معتمد اللي هو تشارترد اكاونتد، او بتمشي في الطب بتجي تلقى دكتور معلق اللوحه بتاعته يقول لك زميل الجراحين البريطانيين، او زميل الكليه الملكيه البريطانيه الجراحه. هي دي الايكويفالنت ليها في الماركتينج. طيب بعد دي 3,000 موجودين، بعد كده في المرحله بتاعت الفيلوشيب
واللي هي تقريبا حوالي 1020 الماخذين على مستوى العالم، اللي هي الزمالة العليا، هي تشارتر الزمالة، ودي الزمالة العليا وهي آخر مرحلة موجودة فيها. بعد كده إذا عندك الاثنين، لأنه الفيلوشيب ممكن في الناس اللي هم البروفيسورز ممكن يحصل عليها الفيلوشيب، لكن بتبقى الفيلوشيب بلس تشارترد، يعني بقول لك فيلو تشارترد ماركتير. الحمد لله هي موجودة عندي حقيقة، يعد بالمئات، إحنا عندنا كوميونيتي والناس الموجودة فيها يعني ما بتوصل الألف. فدي يعني حتى الواحد الحمد لله بيكون فخور جدا انه وصله، والعلم برضه ما بينتهي. طيب السي اي ام هي موجوده في 36 دوله، وعندها مراكز امتحان في اكثر من 132 دوله، وحقيقه الواحد بيشيد باخواننا في السودان في كم مركز هنا. انا ما عارف طبعا القوانين، انا سالت الحته دي قبل المحاضره او الورشه انه الواحد ممكن يذكر اسماء او لا، لكن عموما هي السهوله واضح، يعني الوصول للمعلومه سهل جدا، انه في ناس بتقدم برامج الزماله. انا شخصيا كنت بقدم فيها من المستوى الرابع الى المستوى السابع في المراكز دي، حاليا متوقف، لكن يعني في ناس ما شاء الله مؤهلين وتأهلوا انه يدرسوا الزماله. طبعا الكواليفيكيشن بتاعتها بتجي من بريطانيا، الماده بتاعتها ماده دسمه جدا، يعني انا بعرف ناس كان عندهم ام بي اي وجو في المستوى الرابع واستمتعوا لكن تعبوا لانه هي دسمه جدا، دسمه جدا. هي اكثر من يعني هي اكاديميه، انك انت شغل بتاع اساينمنتس، شغل بتاع كيس ستاديز وكذا، لكن الموضوع دسم جدا، دسم. وطريقه الاساينمنت مختلفه، احنا يمكن تعودنا في السودان انه انا واحد درسته قبل كده في السودان حقيقه، انه شيتس، فبتاخذ الشيت وتخش الامتحان، الكلام ده هناك ما بقسم معك، هناك شغل بتاع كيس ستادي، شغل بتاع يعني حتى انت بتكون شغال، انت بعد ما تتخرج ان شاء الله بتكون شغال في شركه، وبيطلب منك انك بتعمل الاساينمنت بتاعك على الشركه بتاعتك ذاتها، يعني ابلاي ريال كيس. فدي حاجه حلوه شديد، بتاهلك فعليا انك انت تقدر تعمل شغل في شغلك الحقيقي، يعني في مقر عملك او للبزنس الخاص، او تاهلك بعد كده انك تعمل كونسلتنسي. انا شخصيا انا كان عملت فيها لغايه ليفل 7، يعني انا كنت بشتغل كونسلتنت مستشار لشركات، فنفس الفورم يا جماعه، نفس الفورم اللي كنت يعني انا في المجالات الثانيه ما في حاجه كده قريتها في الجامعه تيبيكلي كده هتمشي تعملها في تطبيق لشركه، وفي في 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 الحياه العمليه كده بالكوبي بيست. انا حرفيا كنت بستخدم الفريمات دي، كنت بستخدمها في شغل بتاع كونسلتنسي. فدي يعني حجم الشغل الكونتنت بتاع السي اي ام حقيقه، واحنا في شهادتنا يعني اصلا ضعيفه مقارنه بجهه هي الاولى عالميا، وهي اللي فيها من سنه 1911 اكثر من 118 سنه والى اخره. بالنسبه للكواليفيكيشن، تمام، شاكر لكم جميعا اللي تتفاعلوا هناك يا اخواننا، وان شاء الله داير اسمع منكم برضو. طيب ده بالنسبه للكواليفيكيشن. فيها الممبرشيب انا ممكن اتعرض عليها. طيب سوري، خلينا نمشي للكواليفيكيشن شويه. الكواليفيكيشن فيها ليفل 3، ده اللي هو بيعتبر انتري ليفل، اللي هو اول مرحله، يعني حتى بقول لك مثلا زول ما بيعرف حاجه في الماركتنج، داير يخشها من الزيرو. طبعا يا جماعه انا بنصح انه الزول يدرس جامعه، يعني ما بقول زول ما يدرس جامعه ويمشي يعتمد على الشهادات الاكاديميه، لا، خش ادرس الجامعه، خلص البشالور بتاعك، تمام، بعد كده تعال للشهادات الاكاديميه بالاجزاء المهنيه دي بتدعمك، تمام. انا ما هعاين للاسئله عشان ما اقطع، ونخلي اخواننا بعدين هم عندهم دورهم في الاسئله، ويكون في فتره كده للنقاش، لكن اكتبوا اسئلتكم. طيب فالليفل 3 ده قلنا هو اول مرحله او الفيرست ستيب انك تخش، ده زول ما بيعرف ماركتنج خالص، بيخش بياخذ الاساسيات تحت الماركتنج، تمام. غالبا المستوى الواحد، يعني احنا قلنا ليفل 3 ده مستوى، ليفل 4 ده مستوى، ليفل 6، ليفل 7، المستوى الواحد ممكن ياخذ معك سنه، تمام، ما ياخذ معك سنه،
كيف؟ انه في الليفل الواحد هسه لو ملاحظين انا عامل هايلايت بالاصفر على الليفل 4 فيه ابلايد ماركتنج فيه كاستمر انسايت وفيه ديجيتال ماركتنج تكنيكس وبلانينج كامبين. طيب اول واحده اللي هي ابلايد ماركتنج ده موديول واخر واحده اللي هي بلانينج كامبين ده موديول ديلا كومبورسوري طيب مانداتوري اللي هو لازم. طيب الاثنين اللي في النص بتختار واحده منهم بمعنى انه في المستوى ده عندك ثلاثه. طيب الثلاثة ديلا هم شغالين بنظام البورد بيقول لك يا أخي عندك البورد بتاع شهري 4 وعندك البورد بتاع شهري 7 وعندك البورد بتاع شهر 12 في 3 بورتس في السنة فأنت بتخش كل موديول في بورد ففعليا أنت بتخلص 3 بوردات أو 3 موديول في السنة فإذا الليفل 1 بياخد معك سنة فعندك ليفل 3 طبعا انت بالمناسبه ما شرط تبداها من ليفل 3 اذا زول دارس اصلا ماركتنج ودارس اداره اعمال انا بنصحك تخش من ليفل 4 المراكز هنا مدينها الراحه انها تعمل اسسمنت تعمل تقييم للزول بحيث انه هم يقيموا النولج بتاعته ويدخلوه في المستوى المناسب ده بالنسبه للكواليفيكيشن ممكن بعدين حسب اهتمامكم لو سالتوا اجاوبكم عليه اكثر في الدسكشن سيشن. طيب بالنسبه للممبرشيب اتكلمنا على الكواليفيكيشن السيرتيفيكيت هسه نتكلم على الممبرشيب. طيب الممبرشيب عندهم مقسمه بنفس النظام الموجود اللي هو عندك حاجه اسمها افيليت بروفيشنال طبعا انت لما تكون ستودنت تمام في السي اي ام بتكون عندك حاجه اسمها افيليت ستودنت تمام دي عضويه اسمها افيليت ستودنت. طيب لكن العضويات المهنيه في حاجه اسمها افيليت بروفيشنال الزول النيو ماركتنج ما بتزول ما عندك اي خبره دار تخش نيو ماركتنج بيقول لك بتخش بعضويه اسمها افيليت بروفيشنال انك تكون عضو في السي اي ام وطبعا عضويه السي اي ام البينفيتس اللي وراها خرافيه انك عندك مواد حصريه بتكون موجوده في التسويق وحاجات اب تو ديت عندك سيمينارات عندك حاجات كثيره جدا. طيب الزول اللي هو من سنه الى ثلاث سنين ده بيسموه الاسوسييت او الاي سي اي طيب بتكون اللي هو الماركتنج اكزيكتيف اور نيو ماركتنج مانجر من سنه لثلاث سنين بتكون الاي سي اي ام. الحاجه اللي بعدها اللي هي الاي سي اي ام دي كنت قايلها انا الثلاث سنين اللي فاتت هي دي الاكسبيرينسد ماركتنج مانجر اور استراتيجيك ليفل دول بيكون طبعا عندها برضه شروطها اللي هي من 7 ل 10 سنين خبره انك تكون على الاقل فيها 5 سنين كلوز للبورد سوري 3 سنين كلوز للبورد زول في استراتيجيك ليفل تمام. حس الحمد لله انا حقيقه حصلت عليها حس الشهر ده فبراير اللي هي مساله الفيلوشيب واللي هو 15 يير سينيور استراتيجيك اكسبيرينس بأقل حاجة 5 سنين على الكلوز للبورد في الاستراتيجيك ليفل تمام. طبعا ديل كلهم غير كده في حاجة اسمها الشارترد ماركتير اللي هي بتحصل عليها من الليفل بتاع الام سي اي ام بلس الفولوشيب تمام. فده توضيح بسيط طبعا في كل ليفل انت الحصرية بتاعتك بتختلف يعني كل ليفل عندك حصريه مختلفه في الام سي اي ام هنا مثلا من البدايه عندك محاضرات بعد كده محاضرات بتكون اكسكلوزيف حاجه خاصه جدا بناس الام سي اي ام الام سي اي ام تمشي الام سي اي ام بتكون بتزيد الخصوصيه الفيلوشيب احنا هسه عندنا كوميونتي خاصه بالفيلوشيب افاجئكم لو قلت لكم انه انا هسه بكون خاش حته عندي بلاتفورم بيكون فيها السي ام او بتاع فيسبوك السي ام او بتاع جوجل السي ام او بتاع نايك السي ام او بتاع مرسيدس يعني الواحد يقول شنو بس يقول الحمد لله تجتهد it will pay off ان شاء الله. ففي ناس يعني بيكونوا فايتينك بمراحل باعتبار وجودهم في شركات معينه وفي حتت بتصنع القرار بحتت بتصنع القرار حقيقة دي يعني حاجة مهينة. نفس الـ 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 يعني الـ CIM بتعرف لك إنه الفيلوشيب هم الليدر أوف ذير فيلد الليدر أوف ذير فيلد. طيب واحدة من الحاجات الحلوة جدا في الـ CIM وهي
بسببها انت يعني عشان تاخذ الكاربريت ماركتير. طيب بيقول لك لازم تكون عندك العضويه، العضويات اللي ذكرناها قبل شويه دي، مده سنتين عشان تتاهل تاخذ الشارترد ماركتير. طيب السنتين ليه؟ السنتين ديلا بتكون بتعمل في حاجه اسمها سي بي دي. انا واحد من الناس بتمنى يوم من الايام انه الكونسيبت ده يكون موجود عندنا في الوطن العربي، وان شاء الله هسعى انه يكون موجود عندنا السي بي دي ده، اللي هو كونتينيوس بروفيشنال ديفلوبمنت. تمام؟ طيب ده شنو؟ ده ببساطه بيخليك وانت في شغلك ما تنقطع من التعلم. كونتينيوس بروفيشنال، لاحظ ما اكاديميك، بروفيشنال ديفلوبمنت، انه انت شغال ما تقول والله خلاص انا اشتغلت القرايه خلاص انتهت، وده للاسف الحاصل. فالزول ثاني ما بيقرا الا يعني خلص الجامعه الثاني ما بيقرا خلاص يقول لك انا شغال، لا، هنا بيكون عندك هدف انك تبقى شارتري. تمام؟ فبقول لك خلال سنتين لازم تثبت لي انك قاعد تتعلم، قاعد تتعلم مهنيا. فهي عندها مستويين بالنسبه للاي سي اي ام، وبعد كده بالنسبه للام سي اي ام والفولوشيب. بالنسبه للاي سي اي ام زي ما شايفين الدائره اللي قدامنا دي بتقسم لك الماركتنج حسب السي اي ام في حاجه اسمها الكور، اللي هي الانسايتس، الكستمر بيهيفير والاستراتيجي، في حاجات التكنيكال اللي بيدخل فيها الديجيتال ماركتنج والبراندنج والريسك والبارتنرشيب والحاجات دي، وفي عندك البيهيفير اللي هو بعد كده السوشيال ريسبونسبيلتي والانوفيشن والامبريشن والحاجات دي. طيب بالنسبه للاي سي اي ام اللي هو الزول اللي قلنا من سنه لثلاث سنين، ده بيقسموا له تقسيمه معينه، السي اي ام عنده بلاتفورم بيقسموا له تقسيمه معينه، انه لازم يثبت انه قاعد كونتينيوسلي بيديفلوب هيم سيلف في الحاجات دي. هم بيقسموها بيقول لك عندك كاب مثلا في البراند ما يزيد من 15% او 20%، بحيث انه يضمن انك تمر على كل الحاجات، وبيقدمها في السنه يعني بتعمل ريفيو، بتكتب ريفيو انك والله. وطبعا دي الحلو في الموضوع يا جماعه، يمكن الكلام ده يكون جديد على ناس كثيره، انا شخصيا ما عرفته لما دخلت السي اي ام. الناس دي عبروا، عبروا كيف؟ التعلم عندهم ما لازم انا قريت واخذت شهاده. التعلم عندهم لو حضرت ندوه في اليوتيوب انت مفترض تاخذ عليها كريدت. المحاضرة اللي هسه قاعد اديها لك دي، ما دام انه زول مؤهل قاعد يديك المحاضرة دي المفروض تاخذ عليها كريدت. فبتجي تلقى السي اي ام عندهم في البلاتفورم بتاعهم او في الموقع بتاعهم عندهم الستام ده اللي هو السي بي دي ريجيبل. ممكن يكون مقال تقراه في 10 دقائق، لكن هم عارفين انه الموضوع ده بيديك نولج جديدة. فانت كونك تقرا الموضوع ده والاهم او تحضر الفيديو الفلاني او تمشي السيمينار الفلاني او تمشي معرض الخرطوم، تخيل تمشي معرض الخرطوم، لكن الاهم انك تجي تكتب ريفيو عن الاكتيفيتي بتاعتك دي. والريفيو ده عنده يعني مثلا يعني فورم معين، انه انت كنت متوقع شنو من الحاجه دي، اتعلمت منها شنو، what you will do different next time، هتعمل شنو غير المرة الجاية، وأشياء تتفاداها. الناس دي بتعرف تطلع منك إنك فعلا استفدت منها. تعالوا قارنها بالأسلوب الموجود عندنا حاليا حتى في الشركات. الزول بيدخل الكورس أو أنت بتمشي من جيبك بتدخل كورس، دخلت الكورس ده، مشيت تعرفت على ناس، المحاضر اتكلم إلى آخره، أخذت شهادة، صوروا الناس بالتصوير، الناس طلعت. اجي اسالك بعد شهر انت ما عارف اخذت شنو في الكورس. ليه؟ لانه ما في تقييم. وده المفقود عندنا. بينما هنا الناس دي بتؤمن حتى باليوتيوب انه وسيله بتاع التعلم، وفعلا اليوتيوب الموجود فوق والكونتنت والمحتوى الموجود فوقه والله بيعمل دكاتره. لكن انه كيف احنا نستفيد منه؟ فالناس دي بيقول لك يا اخي خش تعال اعمل ريفيو لمده سنتين في حد ادنى حسب الليفلز، يعني لمده سنتين انت بيبقوك شارتر ماركتير باعتبار انه هم ذاته، طبعا دي ذاته عندها شروط اللي هي اصلا يكون مر عليك 10 سنين والى اخره، لكن في الاي سي اي ام اللي هي واحد من ثلاث سنين عندها شروط مختلفه، بس هي نفس الكونسيبت بتاع السي بي دي.
اتمنى انه الناس تكون عرفت حلاوه السي اي ام، وان هي ذاتها بتفيد ما بس شهاده وشلتها، هي ذاتها بتفيدك انك تكون اب تو ديت في المجال بتاعك. تمام. طيب هنا بس بكل تواضع حبيت اوري الشهادات، هنا محمد التجاني الشارترد ماركتير، طبعا دي لو ملاحظين اللي هي 31 اكتوبر 2023 دي النهايه بتاعتها، يعني الستيتس ده ممكن ينسحب منك، فلازم اقدم كل سنه سي بي دي عشان الستيتس ده يكون مستمر معي. بس دي ما بتنسحب، اللي هي الدرجه العلميه اللي هي ما علميه هي مهنيه، لكن درجه الفيلوشيب، لكن فيلوشيب بلس شارترد ماركتير. تمام. هذه الحمد لله دي الباج دي، هم عندهم باجات كميه، الباج دي اعلى باج يعني خلاص بعد ما في ثاني باج، لكن العلم ما بينتهي، الواحد ان شاء الله يكون مستمر في تطوير نفسه. طيب خلصنا من الشهادات وكده، انا حاسه اهم لي من الكلام ده كله حقيقه كده نحب الماركتينج يا جماعه، كده نشوف المجال بتاع الماركتينج ده، انا كنت بشوقكم وتوصل فيه وين واو، لكن نشوف الماركتينج ده كيف يعني ممكن يكون هو البزنس، ومهم بياتو درجه او بياتو فهم. تمام. فنسال سؤال اول شيء، وات از ماركتينج؟ الماركتينج هو ذاته شنو؟ التعريف ده ممكن له اكثر من 300 سنه، او خلينا حتى نقول من يوم ما خلقوا الارض، انه الماركتينج هو البروسيس اوف ساتسفاينج كاستمر نيد، هي العمليه بتاعت انك ترضي حوجة العميل. تمام. لاحظ احنا بنتكلم عن شنو؟ بنتكلم عن بزنس. هل في منتج في الدنيا او خدمه في الدنيا الزول بيشتريها لو هي اصلا ما بتقضي له حاجه؟ لا، هو ده التسويق. ولكن المفهوم ده عفى عليه الزمن، عفى عليه الزمن ليه؟ لانه بقت حاسه كاستمر نيدز اند وونتس، بل زادت على كده بقت ان اكسبكتيشن، نيدز وونتس اند اكسبكتيشن. طيب كيف يعني؟ عشان افرق بيناتهم انا حبيت اجيب الصوره، بحب اضرب امثله. النيدز يا جماعه انا داير اشرب مويه، ده النيدز. للاسف ليه حاسه في ماركتيرز بيستخدموا المصطلح بتاع انه الماركتينج هو ساتسفاي كاستمر نيدز، لكن حقيقه ما اعتقد انه في شركه او منتج حاليا قاعد في السوق تمام قائم على انه ساتسفاي كاستمر نيدز، لانه النيد انه انا داير اشرب مويه، داير اروي العطش. لاحظ داير اروي عطشي. تمام؟ ذا نيدز. الوانتس يا اخي انا داير مويه نظيفه، يا اخي انا داير مويه بارده. عرفتها؟ هنا في رغبه، الرغبات. يعني ما بس انه داير اروي عطشي، داير اروي عطشي داير مويه. لا، لكن داير مويه بشكل معين، بمواصفات معينه. دي ذاتها انا اعتقد الناس تعدت الى المساله اللي هي بتاعه الكاستمر اكسبكتيشن، توقعات العملاء ورضاهم. انا داير مويه نظيفه، كيف اضمن انها هي مويه نظيفه؟ لازم تجيني في قزازه مغلفه وشفافه توريني شفافيتها ومقفوله بغطاء، والغطاء ده فيه التكه. بالمناسبه ناس نسلي، الشركه بتاعت نسلي، بتلقى انه واحده من الكور بزنس موديل بتاعهم واللي بيعتمدوا فيه بالدعايه انه التكه، بيقول لك اسمع صوت التكه. معناها شنو؟ معناها الحاجه دي مضمونه احنا العبي، لانه كان طلعت هنا اعتقد كان في مصر، كان في اشاعه انه الناس بيعبوا المويه يعني من الماسوره وبيبيعوها، فقاموا الشركه اشتغلت في الحته بتاعت الابتكار والانوفيشن والى اخره، فالحته بتاعت التكه دي، فحتى بتيجي تلقى انه الدعايه بتلقى مكتوب عاديه في الورقه اسمع صوت التكه، يعني ان سمعت صوت التكه معناها دي احنا اللي عملناها. يعني اضافه الى كده الحته بتاعت الترويج ده بيلعب في الاكسبكتيشن، زي ما انت شايف الصوره انه زي دقيته كده وطلعت المويه قامت طرطشت منا، ده كله بيعمل شنو؟ ده بيبيع البينيفيتس. عندنا حاجه يا جماعه في الماركتنج بيقول لك ما تبيع الفيتشرز، ما تبيع الخصائص، ما تيجي تقول لي مويه مهدرجه
بما عارف هنا ما عارف شنو اكسيد الاو 2. لا 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 انا زول ده عشان مهم اسمع الكلام ده بيع لي البنفيتس من وراها. عشان كده في الدايت تيجي تلقاه جايب لك زول عرقان كان بيجري وقاعد يشرب في مويه بارده منديه بيديك البنفيتس من وراها. فده المرحله الجديده بتاعت الماركتنج انك كيف ترضي الكاستمر اكسبكتيشن توقعاته ورضاه. تمام؟ طيب دي كلها بتقودنا لاحظوا معي بالمناسبه خليني ارجع بس شويه في السنوات اللي فاتت. البزنس نفسه عشان كده بقول الماركت هو بزنس، البزنس نفسه لو مشينا لتاريخه تمام؟ بنجي نلقى انه في فتره من الفترات اللي يمكن مع بداية الـ 1900 بداية القرن الـ ما قبل الفات تمام، كان البيزنس هو إذا أنت قدرت توفر موية في جرادل أنت ممكن تكون صاحب بيزنس. مشى الموضوع شوية جات الثورة الصناعية بقت المسألة بتاعت القزاز. إذا أنت خلقت حاجة كانت بترضي رغبه معينه انت كنت صاحب بيزنس اللي هو، ودي الفتره اللي قامت فيها الشركات تحت البيبسي والكولا والى اخره. تمام؟ طيب المساله بعد كده بقت مساله الماس برودكشن اللي هو الزول اللي عنده القدره راس مال يبني مصنع بدل شغله يدويه الى تبقى الى انتاجيه. تمام؟ يعني ما بس انتاج، بقت انتاجيه، والانتاجيه هي انك تقدر تعمل ماس برودكشن باقل التكاليف اللي هي مساله المصانع. ده كان الزول اللي بيعمل قروش والعنده مصنع. طيب وصلت لمرحله الناس دي كلها بقت بتعمل الحاجه اللي بترضي رغبه العميل وعندها المصانع. طيب كيف بعد كده انا اخذ الميزه التنافسيه؟ كيف انا اقدر اعمل قروش؟ انك تخلق ميزه تنافسيه. ودي الحاجه اللي بعد كده دخلت المفهوم الجديد للماركتينج اللي هو creating competitive advantage. أنا عشان يكون عندي بزنس أقدر أخذ فيه هامش بتاع سعر أعلى أو حتى عشان أبيع به تمام، إنه يكون عندي ميزة تنافسية. وحس دي هي الماركتينج. فـ competitive strategy is about being different. وبيقول لك مش بس being different بالصدفة، لا deliberately، إنك تعمدت أو عملت أشياء تخليك إنك تكون different، إنك تكون غير، تقدم خدمة غير أو الكاستمر يشوفك إنك أنت غير، تقدم خدمة غير عن منه، عن المنافسين بتاعك الكومبيتيتور. تمام؟ فهنا شركة أبل أشهر مثال دائما احنا بنطرحه. وليه دائما هو أشهر مثال؟ لا، واحدة من أكبر الشركات في العالم، وواحدة من إنه الشركات حاسة ما قادرة تنافسها. يعني أبل أنت عندك آيفون وأنا عندي هواوي، آيفونك سعره 10 مرات الهواوي بتاعي، وفعليا فعليا لو جينا للاستخدام احنا بنستخدم السمارت فون نفس الاستخدام. احنا الاثنين بنستخدم الكاميرا، احنا الاثنين بنخش الفيسبوك، احنا الاثنين بنعمل مكالمات، احنا الاثنين بنستخدم المنبه، واحنا الاثنين بنستخدم الكالكوليتر. لكن انت مشتري بعشر اضعاف. وبالمناسبه هسه لو في زول معانا هنا عنده ايفون هيجي يدافع يقول لك لا 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 كده، اول شيء تعال افتح كاميرتك، تعال افتح كاميرتك. يلا لاحظ الزول شال الايفون بدا داير يطلع الميزه التنافسيه. هو ما راضي انه يكون انت وهو واحد، هو دافع 10 اضعاف، هو دافع 10 اضعاف، فكيف يكون يرضى انكم انتوا الاثنين واحد؟ يلا الزول ده بالمناسبه هو ما عنده اسهم في شركه ابل. يعني هو قاعد يدافع عن ابل ويسوق لها، ما دفع عليه ابل قروش، لكن هو قاعد يدافع عن الستيتس بتاعه. هو لما اشترى ايفون اشتراه لستيتس معين، زي الزول الراكب اوباما، زي الزول الراكب برادو. هو راكب برادو على لغض النظر، في زول حيجي يقول لك لا ما راكب برادو عشان دفع رباعي. دفع رباعي في عربات صينيه دفع رباعي. ف
فهو راكب برادو عشان نفسه يقول راكب برادو، والشايل ايفون هو شايل ايفون بغض النظر حيحاول يقنع نفسه انه هو شايل ايفون لانه كاميرته افضل والى اخره، هو شايل ايفون لانه شايل ايفون، وحيبدا يدافع. فهي ابل قدرت تخلق ميزه تنافسيه، ودي مرحله بعيده جدا، مرحله اللويالتي ومرحله الادفوكسي حنمرها بعدين، انه تخلي الكاستمر الزبون هو ذاته اللي بيدفع لها قروش، هو ذاته يسوق لها وباستماته. تمام؟ فدي طبعا مراحل بعيده جدا، لكن دي ده التسويق، انك كيف تخلق ميزه تنافسيه، والميزه التنافسيه دي هي اللي خلت ابل تخط السعر الدائره، وحاليا بتخط السعر الدائره والناس بتقف لها صفوف لما يقولوا في برودكت جديد طالع. فاتمنى الناس فهمت الماركتينج ده بعيد قدر شنو. طيب زي ما قلت السودان والوطن العربي الماركتينج او التسويق كان عباره عن الدعايه والاعلان، وبتجي تلقى في الشركه قسم بتاع التسويق هو دعايه واعلان، ولا اخفيكم سرا يعني حتى في الشركه اللي انا موجود فيها التسويق قبل ما يعني هو فتح بوزيشن وطريقه تعين فوق قباله كان قسم مبيعات، شركه من 79 شركه من اكبر الشركات في السودان قسم مبيعات، كان التسويق هو قسم اسمه قسم التسويق سكشن، بيعني بالطباعه وبالاعلانات والبروشورات والهدايا وكذا. طيب هل الماركتينج بروموشن؟ لا، القدام لدي يا جماعه الشكل ده اسمه الفور بيز، ده الفاونديشن او القواعد الاعمده اللي بيقوم عليها الماركتينج، هي كلها بالبي فسموها الفور بيز، اللي هي التسويق سوري البروموشن الدعايه والاعلان، واللي هي البرودكت المنتجات، والبرايس السعر، والبليس اللي هو الشانل بتاع البيع. لو حسبناها هو ده البيزنس، البيزنس قائم على الاربعه دول. تعال البروموشن ده عباره عن شنو؟ واحد من اربعه يعني 25%. طيب تعال البروموشن زاد هتلقى فيها السيلز بروموشن اللي هي العروض الترويجيه، لما اجي اعمل ديسكاونت، لما اجي اعمل اقول والله يا اخي اسمع شيل لك اسمه شنو هو شامبو معه صابونه، تمام؟ ده كله بيدخل في البروموشن، ده تبع الماركتنج. بيجي الادفرتايزنج اللي هو الدعايه والاعلان، بيجي الببليك ريليشن تكلمنا عليها قبل فيها الخدمه المجتمعيه، وانه كيف انا يعني اكون جزء من المجتمع ده واحسن صوره الشركه في المجتمع الاخير، وبيجي بعد كده الدايركت ماركتنج اللي هو البيع اللي هو السيلز، تمام؟ المبيعات انه امشي وبيع مباشره، ده كله داخل في الب... لاحظ معي احنا بنتكلم في البروموشن واحد من اربعه، وفي البروموشن الادفرتايزنج اللي هي واحد من الواحد من اربعه، يعني نتكلم على واحد من 16. لاحظوا الدعايه والاعلان واحد من 16 من الماركتنج، يعني احنا كنا شغالين زمان في السودان بواحد من 16، الباقي بدل ما كان شغال لكن كان بيقوم به سيد البزنس ذاته، او بيجيب كونسلتنت من برا، لكن هو فعليا ده شغل ماركتنج اللي هو زي ما كملنا الباقي الاربعه بتاعت البروموشن او البرودكت المنتج. لاحظ معي قسم التسويق بيعمل شنو؟ انت بعدين لما تيجي تشتغل في قسم التسويق بتكون مسؤول من البرودكت من المنتج، المنتج ده ذاته الخصائص التنافسيه اللي فيه، الليله فيه عندك شامبو، الشامبو ده شنو المميزات الخصائص الفوقه، بزيل القشرة، فيه نعومة، فيه نكهات، ريحته حلوة إلى آخره، بتخش فيه الكواليتي الجودة، تمام؟ بيخش فيها البراندينج، المسألة بتاعت إنك الاسم، اختيار الاسم واختيار الشعار، وبيخش فيها الباكيجينج، التغليف، شكل الشامبو ده ذاته وعلبته وكيف، وحس المويه مثلا عندنا المويه لو ذكرتوني اسمها في الشركه المويه اللون الاخضر دي اسمها شنو يا ربي؟ الباكجينج، السيرفيس، الخدمه المصاحبه للمنتج ده،
الوارنتي الضمان ما بعد البيع ده كله في صافية. لا ما صافية, صافية الزرقاء. شكلك بتحب صافية ساي, صافية الزرقاء. في موية كده جديدة لونها أخضر يا أخي, أنا ما قادر أتذكرها. المهم وعندنا البرايس, السعر, السعر البرايسنج استراتيجي, إنه أنا أخش دي حنتكلم فيها بعدين, أخش بياتو استراتيجي بتاع البرايسنج في السوق. التسعير ذاته بتاع المنتج, الألاونس, الديسكاونت, التسهيلات, الأقساط, ده كله ناس الماركتينج هم اللي بيحددوا الحاجات دي, أو على الأقل عندهم سي فيها بيكون مع ناس المالية. عندك البلايس اللي هو مناطق التوزيع, هل أنا تقريبا أنهار يس, هل أنا أخش عن طريق فروع, هل أنا أبيع عن طريق وكلاء, هل أنا أبيع عن طريق رئاسة, هل أنا أبيع عن طريق موبايل أبليكيشن, هل أنا أبيع عن طريق أفليت ماركتينج اللي هو بيع بالعمولة, هل دي كلها حاجات المناطق ذاتها, أنا يكون فروعي وين, مناطق البيع بتاعتي وين, الانفنتوري المخزون بتاعي, الترانسبورت التوصيل, دي كلها بتدخل في البلايس. يا جماعة شايفين الماركتينج ده بعيد قدر شنو؟ يعني أنا حقيقة حبيت إنه السيشن ده ما يبقى موضوع إنه كيف تقرأ ماركتينج وكيف تشتغل في الماركتينج وكيف تخش, حبيت إنه تفهم هو شنو الماركتينج. أنت بعد كده لو اخترت مجال الماركتينج ده أنت ممكن تصل فيه وين وممكن تعمل فيه شنو. وبالمناسبة على الإجابة بتاعت إنه كيف القلي وظيفة بتاعت ماركتينج وكده, أنا هرجع عليها بعد شوية. السلايد ده كانت 4 P's, سعر ومنتج وبروموشن ترويج والشانل البليس. هسه كمان زادوها قالوا لا الأربعة دي ما كفاية هم 7, زادت عليها الفيزيكال إيفيدنس, إنه أنا كيف المظهر العام بتاعي يكون مسوق هو في حد ذاته. الليلة في شركة عاملة مبانية كبيرة, مباني زجاجية, عندها عربات كثيرة, العميل تلقائيا بيجي يقول لك والله الناس دي العبرين, الناس دي ما شغالين, معناها حاجتهم كويسة. شوف لاحظ ما قال الشركة, ما قالت كلمة, بس الفيزيكال إيفيدنس بتاعتها. المطاعم, في مطاعم عاملة ديكور جميل جدا, الزول ما شرط يتكلم خلاص, بس المظهر ده في حد ذاته هو بيعكس لك انه الحته دي والله في الحته دي حته ظابطه تمام. عندك البيبل, البيبل ديلا هو جزء من التسويق, اللي هو مثلا عندك الشركات الطيران بتعتمد على البيبل, عندك البنوك, البنوك يمكن مثال اهم, البنوك انا متاكد جدا في زول منكم بيكون مشى بنك ولقى معامله ما حلوة من موظف بيمشي زي ما يقولوا بسمع بيه, يعني يجي يقول لك يا زول يا أخي البنك ده ما تبشو تاني يا أخي ده أسوأ بنك من تعامله, لأنه لاحظ البنك فيه خدمة ما فيه منتج تمام, فيه خدمة. فالموظف ده في حد ذاته هو مسوق للبنك أو يعني بيخرب سمعة البنك. عندك البروسيس, البروسيس هي طريقة بيع المنتج ذاته اللي هي دي ممكن بتخش فيها شركات الاتصالات. عندك أشهر مثال هو أمازون, يعني أمازون طريقة تسويقه أو البيزنس موديل بتاعه هو البروسيس. بالمناسبة أمازون ما عمل أي حاجة جديدة, أمازون لا بيصنع منتج ولا المنتج حقه, في منتج بيجي بتباع عن طريقه بيصليك, هو فقط عمل البروسيس طريقة إنه المنتج ده كيف تشتريه عن طريق الإنترنت ويصلك. فدي بقت 7 وحسن هم بزيد فيها, لكن يعني الحدة الرسمية وزي CIM والجامعات وإلى آخره معتمدين إنه 7 الـ 7 P's هي الأساس. طبعا بيرجع دائما للفور بيس, في ناس بيزيدوا بقول لك 4, لكن حتلقي إنها كلها في النهاية مطالعة من 7 دي. طيب قبل ما أخش أنا طبعا حسب يعني طلب أخواننا في السودانيين ريسيرش فاونديشن, إنه شنو السكيلز اللي المفترض أنميها. أنا زول قريت إدارة أعمال, عاوز أتخصص في الماركتينج,
شنو السكيلز المفروض انميها؟ سكيلز. فانا هتعرض للسكيلز دي، لكن عشان ما يبقى الموضوع ممل واجي اقول لك يا اخي امشي اتعلم التيم وير سموه شنو التيم ورك، امشي اتعلم الليدرشيب، امشي اتعلم الاناليسز. لا، انا دا اجيب لك السكيلز كيف تقدر تستخدمها او اهميتها في التسويق. اعتقد الموضوع كده يكون احلى شوي. لكن قبل ده انا دا اقول لكم حاجه يا جماعه، انا حاليا الهيد اوف ماركتنج ديبارتمنت في محجوب اولاد الهندسيه، اللي هي القطاع الهندسي في شركه محجوب اولاد، واحده من اكبر الشركات، وانا بقدر اقول واحده من اكبر 4 شركات في السودان. طبعا فيها يا جماعه سودانيه 24 والنيل الازرق وطحنيه الوافي وكمادور للنقل او فارماسي والى اخره. عايز اديكم، انا قلت المعلومه طبعا من قبل قالوها في المقدمه، لكن داير اربطها لكم بحاجه حلوه شديد. انا اتعينت في الشركه دي قبل 5 شهور عن طريق، واتمنى الناس، انا حاسه والله بس قبل في مع بدايه الميتنج كده حاولت اخش لكن بس الزمن ضايقني، اتمنى الناس تخش الصفحه على الفيسبوك بتاعت محجوب اولاد، ترجع لي 5 شهور لورا، شهر 8 هتلاقي اعلان بتاع ماركتينج مانجر. في الاعلان ده هتلاقوا واحد عامل لي تاج، واحد صاحبي عامل لي تاج، يا جماعه انا تعينت عن طريق الاعلان في الفيسبوك، عن طريق الاعلان في الفيسبوك، وجيت انترفيو، وفي الانترفيو اتشلت وانا حاسه في الوظيفه دي، لانه الناس بيجي بيقول لك يا اخي ما الشغل ده الا بالواسطه، وانا بتكلم على واحده من اكبر الشركات في السودان. فيا جماعه تسلح بالعلم، تسلح بالمعرفه، سي في بتاعك، طبعا احنا بنتكلم على جرادويت، بنتكلم على فريشرز، يلا ابني السلم ده خطوه خطوه، ابني السلم ده خطوه خطوه، لكن خد في راسك دائما انه ما اي وظيفه التوظيف بتاعها بالمعرفه ولا بالواسطه ولا الا اكون قريبي ولا الى اخره. انا جيت الشركه دي بعد كذا زوجتك بالفيسبوك، ويشهد على كلامي الصفحه ذاتها، حتلقى اسمي محمد التجاري، صاحبي عامل لي اتاك وانا جيت وقدمت عليها. فكجرادويت، كفريش جرادويت، انا بنصح بحاجه، والكلام ده ما في الماركتينج، في كل التخصصات، عليكم بالتريننج يا جماعه، التدريب، التدريب. انا اللي بيقول لي ما الاقي شغل بلومه، الزول اللي بيقول لي ما الاقي شغل قاعد الومه، في اهلي وفي اصحابي وفي اخوان، اصحاب اخوان، اخوان اصحابي، اللي بيقول لي ما الاقي شغل قاعد الومه. انزل تريننج، السماء لا تبيض ذهبا، ما في زول قاعد انت في البيت عشان بتلسي سي بيات حيقوموا خلاص يعينوك، بالذات اذا كنت فريش جرادويت. انزل تريننج، التريننج اذا بيجي يعني لصاحب العمل بيلقى قوه عامله فورس مجاني، ما بقول لا، خش التريننج واثبت نفسك. بالمناسبه انت لما تكون تريننج ما دايرك تكون علامه، ولا دايرك بتكون عارف، ولا دايرك تكون اكسبيرينس، هو جايبك فريش جرادويت، هو داير منك. انا حاسه كزول مانجر هيد اوف ديبارتمنت لما اجي اشغل تريننج بعين لشنو؟ بعين للاتيتيود، بعين انه الزول ده داير يتعلم، بعين انه الزول ده ملتزم، بعين انه الزول ده داير عنده ديديكيتد، عنده انرجي داير يخدها في الشغل، مش واحد جاي يشيل الشهاده بتاعت تريننج والسلام. يمكن يغشني في الانترفيو ولا بتاع، ولا زول يرشحه ولا بتاع ويجي يشتغل تريننج، لكن في التريننج ده ممكن يكمل شهر وثاني عمره ما يتعين، لانه زول جاي ياخذ شهاده خبره وانتهى الموضوع. لكن الزول الجاي يعني انا اكون ذاتي ما عندي موضوع،
اذا جيت جبت لي زول اللي جيت تريننج ولقيته ديديكيتد وزول قاعد يتعلم وزول قاعد يدي ومجهود والى اخره، اكون ما عندي موضوع اذا ما عينته. انا ثاني حلقه احسن منه وين؟ ما ده زول جربته وبيتعلم عن طريق الشغل. فنصيحتي لكم يا جماعه التريننج التريننج التريننج. وبالمناسبه معي حتى لو انت اشتغلت قبل كده، لأن يعني في ناس يقول لك لا كيف تشيلني تريننج، انا كنت شغال قبل كده. ما خلاص انت حاسه حاليا ما شغال، انت حاسه كنت شغال حاليا ما شغال، ما فيها حاجه. انه طبعا جرب انك تقدم على وظائف، لقيت نفسك وقفت فتره خليك واقعي مع نفسك، وقدمت فتره وما في زول بيشيلك يا اخي انزل تريننج. ما فيها حاجه امشي اثبت الخبره اللي كنت شغال بها زمان، تعال اثبتها ليهم صدقني حيشيلوك. فدي نصيحة أنا أتمنى إنها تكون وصلت للناس. وأنا قدامكم يا جماعة شخصيا أنا بديت حياتي العملية بالتريننج. أنا يمكن المجال كان شوية مختلف، كنت في مجال البورصة، أنا كنت في السودان واشتغلت في الشركة القومية اللي هي كان مديري دكتور شوقي عزمي اللي هو حس حاليا مدير بورصة سوق الأوراق سوق الخرطوم الأوراق المالية. ده كان مديري في شركة اسمها الشركة القومية للأوراق المالية، كانت تابعة لبنك الدرمان حاجة زي كده، كنت نازل فيها تريننج. ونزلت تريننج في بنك النيلين. الفكرة كلها إنه أنزل أشتغل، مع إنه ما اشتغلت لا بنك النيلين ولا الشركة القومية، جاتني وظيفة السعودية مشيت، لكن أبدأ خذ كراعك، ما تفضل قاعد في البيت نايم وتقول والله أنا قاعد أرسل في سيفيات، لا. طيب نمشي للحته بتاعت السكيلز، وزي ما قلت لكم انا ارشح السكيلز باهميتها انه كيف انا ممكن استخدمها او كيف تفيدني. طيب بالنسبه للاستراتيجيك ابروتش، انه زول يكون فهمي او درايفي الاستراتيجيات، انه زول بتاع تخطيط، زول بنظر للحاجه للمدى البعيد. في فرق بسيط بين السيلز والماركتنج، انه السيلز they close the deal. السيلز ده بيقول لك انا حاسه داير ادخل مبيعات. الماركتنج لا، بيقول لك انا داير ابني براند عشان بكره البراند دي تبيع لي براها او تبيع لي بسعر اعلى. تمام؟ فلازم يكون عندك الاستراتيجيك واي اوف ثينكينج. طيب الاستراتيجيك واي اوف ثينكينج ده خلينا نشوف فهمه شنو. قبل قلنا الماركتينج انك تخلق ميزه تنافسيه، صحيح؟ الميزه التنافسيه دي في بورتر، بورتر ده واحد من يعني عظماء الماركتينج ومن الناس من اكثر الناس اللي عملوا نظريات حقيقه في الماركتينج. عنده حاجه اسمها بورتر جينيريك استراتيجيز، دي بتوضح لك يعني اربع طرق انك تخلق قيمه تنافسيه. في واحدة اللي هي بقول لك الكوست ليدرشيب، انك تكون يعني بتخش باستراتيجية كبزنس موديل. يا جماعة بتكلم على بزنس موديل، انك تخش باستراتيجية انك تكون اكثر زول منافس في السعر. خلاص اتعرف انه انا ارخص زول، او انه اخش بانه اكون ديفرنت، حتي في حد ذاتها مميزة، ودائما هنا تكون مربوطة بالكواليتي. تمام؟ أو إنه أكون كوست فوكس، إنه أنا الأرخص في برودكت، عندي برودكت معين معروف إنه ده الأرخص، لكن البرودكت ده نيش، يعني برودكت واحد. هناك البزنس موديل كله، هنا لا برودكت واحد. أو إنه أكون معروف ديفرنت يونيك كواليتي في برودكت واحد معين. الكلام ده عشان نفصله شوية، نجي لأول واحدة الديفرنشيشن استراتيجي، إنه أنا أكون يونيك. يا جماعة في زول ما بيعرف رولكس، ساعة رولكس، في زول لما أقول له رولكس بتلخبط إنه دي ساعة قيمة، بتلخبط في إنه هم شنو هي شنو. فده الديفرنشيشن، إنه رولكس داخل السوق باستراتيجية إنها دائما تكون هي
الساعة ذات الجودة ذات القيمة اللي الزول بيشيلها بيفتخر بيها، أيوة غالية، وهم قاصدين انها تكون غالية. ليه؟ لأنه هم خدتوا نفسهم في حتة بتاع الديفرنشيشن، زيهم زي الآيفون. تمام؟ طيب هل بيجي السوق، لاحظ هنا ده اوريك اهميه الاستراتيجي، بيجي السوق وبيجي التغير، والكلام ده كتير قاعد اسمعه في السودان، بسمعه كل يوم للاسف يعني. تمام؟ انه يجيك يقول لك لا 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 لا، السوق السوداني ده غير. يا دول نظرياتكم دي يا اخوان تنفع لك، السوق السوداني ده غير، وهو السوق السوداني انت ما شايفه متقلب. يا جماعه بالمناسبه انا اشتغلت في 4 أسواق، اشتغلت في الإمارات، اشتغلت في 5 أسواق، اشتغلت في الإمارات، اشتغلت في السعودية، اشتغلت في بريطانيا، اشتغلت في مصر، اشتغلت في السودان. البيزنس يا أخو البيزنس، ما في بيزنس واضح وما في بيزنس ساهل. وبالمناسبة اشتغلت في البورصة، لو البيزنس ساهل واضح العالم ده كله كان مليارديرات، لكن في العالم ده كله البيزنس متقلب والظروف متقلبة والبيزنس ذاته فيه مخاطرة. وفي القاعدة ناس المحاسبة، قبل شوي قال كان محاسبة، ناس المحاسبة وناس المالية عارفين الكلام ده، وناس البنوك، انه هاي ريسك هاي ريتيرن، بيزنس ارباحه عالية معناه مخاطرته عالية والعكس صحيح. فما في حاجة اسمها سوق السودان، احنا دي حاجة كده مكذبة، مكذبين على نفسنا ومصدقين. برا اي سوق في الدنيا عنده ظروفه الخاصة. اي عندنا في السودان الانفليشن عالي، التضخم عالي، السوق انطباعي، لا لكن بالمناسبه هتيجي تلقى كثير من الخصائص دي موجوده في سوق مصر، هتيجي تلقى كثير من الخصائص دي موجوده في سوق بريطانيا، وهتيجي تلقى خصائص في سوق بريطانيا غير ما موجوده هنا اصلا، وهتيجي تلقى خصائص في سوق السعوديه. كل سوق عنده تحدياته، وكل الاسواق دي النظريات دي شغاله فيها. لانه بالمناسبه نظريات البيزنس يا اخوان ونظريات الماركتينج هي ما نظريات زول قاعد كده حك راسه وطلعها، هي كيس ستاديز. يعني الزول بيجي رولكس دي بيشوف هي شغاله كيف، بيطلعوا منها نظريه، بيجي بخدها زول في كتاب الناس بتدرسها في الجامعات والشركات تشتغل عليها. ماكدونالدز بيجي بيعمل حاجه ضربه بتبقى ديفرنشيشن، بقت بزنس موديل بتتاخذ بتتدرس في الام بي اي وهكذا. فهي ما حاجات انه، ودي بتكون نتاج بتاع التيم ورك وبيلدينج، هتكلم في الانوفيشن بعدين، هي بروسيس، ما لمبه صفراء كده نورت والفكره جات، لا. فالفكره انه النظريات دي شغاله شغاله. فهنا الديفرنشيشن استراتيجيز هي اللي قلنا، مثلا مثال رولكس. نمسك مثال ثاني اللي هو الديفرنشيشن برودكت. لاحظ هنا الديفرنشيشن برودكت انه الشركه كشركه، يعني لا معلش هرجع السلايد ثاني، الشركه كشركه تلاحظ دي رولكس اكثر من رولكس مختلفات، لكن الشركه بحد ذات الاسم خلاص رولكس، ميزه تنافسيه عن اي ايوه معلش انا حاسس ذكرت كنت اقول شنو، انه السوق بيتغير عليه. رولكس شركه سويسريه، السوق بتجي وبتجي الازمه الاوروبيه وبتجي الحروب وبتجي كانت الازمه العالميه 2009 2008 2009 وبتوقف السوق وبتحصل المشاكل. ما بيجوا يقول لك يا اخي اسمع والله يا اخي ساعاتنا غاليه وما في قروش في السوق، فارح نقوم يا اخي نعمل الساعات ارخص شويه ونبيعها. ما بيجي يقول لك لا يا اخي اسمع والله في يعني هسه في ديموغرافيك حاصل، تغير في الديموغرافيك حاصل، ففي هسه الجيل الشبابي او الاطفال ديل بيبقوا واعيين والواحد ممكن يشتري ساعه، فيا اخي نعمل له ساعه للاطفال. لا، هو عنده بوزيشننج معين، عنده استراتيجيه انه انا اكون ديفرنشيتد، انا متميز كاسم في السوق ده. متميز بشنو؟ متميز بالجوده، ومتميز بالسعر، ومتميز انه انا لفئه معينه.
شايفين يا جماعة أهمية الضغط الخطة الاستراتيجي هنا؟ ما بقوم بيغير على حسب السوق. بالضبط بالضبط تعيد بالاسم ده. فما يقوم يكسر الاسم ده وده اللي بيحصل عندنا في السودان. طوال السوق زنق مبيعات وقفت يقول لك يا أخي اسمع يا أخي كده كده تعال تعال نغير كده تعال نبيع لديل. ديل منو؟ هل ديل في الاستراتيجية بتاعتك؟ ولا أنت أصلا ما أخذت استراتيجية أصلا؟ فدي نقطة مهمة شديد. أنا هرجع برضو أفصل بعدين في حتة البوزيشنينج. طيب نجي للديفرنشيشن فوكس اللي هو ما كاسم أو كشركة وبتطلع منتجات، لكن هو في النهاية كله عبارة عن ليفل معين أو واقف في بوزيشن معين. لا ده برودكت اللي هو زي الريد بول. تمام الريد بول. وبالمناسبة الديفرنشيشن إحنا لو نرجع له هنا الديفرنشيشن فوكس اللي هو الرابع واحدة على اليمين تحت have a differentiated product or market niche. زول خش السوق. طبعا هي في النهاية دي بتحسب بالمناسبة الريد بول في النهاية محسوب على المشروبات الغازية. تمام لكن دخلت بمفهوم ما حب التنافس في السوق بتاع البيبسي والكولا والسفن اب. لا مشت لنيش مشروب طاقة. بالمناسبة لو جيت حسبتها هي في النهاية زيها زي البيبسي زي هنا، لكن دخلوا بمفهوم مختلف. طبعا النيش انك انت جبت حاجة جديدة دائما بيخش فيها يعني R&D research and development وبيخش فيها innovation بيخش فيها جهد كبير شديد. لكن خلاص انت ريد بول دي بالمناسبة خلي حسا دخلت عندنا تورنيد والشركات الثانية. ريد بول دي لفترة طويلة جدا هي الوحيدة في السوق قاعدة بس بتحلق في قروش ما في منافس، لأن الناس عشان تستوعب الفكرة وترجع تخش طعم بتكون الكومبوننت والإكويجن بتكون الحياة دي كلها سيكريت واو إلى آخره. عشان الناس تستوعب بتمر لها 10-15 سنة بتكون قاعد تحلق في قروش بس. وبالمناسبة زي ريد بول دي لما جاءت السوق السكرين ما ظاهر، معلش أكدوا لي إنه السكرين ظاهرة. أنا عندي إنها ظاهرة لكن بس أكدوا لي في زول كاتب إنه السكرين ما ظاهرة. أوكي تمام حلو تسلموا. فتأكد إنه لما نزلت هي كانت بتنافس في الكولا والبيبسي، لكن نزلت خدت تسعيرتها براها. أنا بتذكر كنا ممكن الكلام ده في السعودية وأنا في الإمارات، البيبسي من زمان معروف بريال والكلام ودرهم. الريد بول دي لما نزلت نزلت باثنين ونص تسعيرة براها. ليه؟ لأنه ما في منافسة وهو منتج يعني مميز بحد ذاته. تمام ده برضو الاستراتيجي. يلا ما جات قامت الشركة كبرت وزي ما بقولوا بقت يعني اسم وإلى آخره. قالت يا اختعال أنا كيف في ماركت شير ماشى لي بيبسي وكولا، أنا ذاتي ما أنافس معاهم، أنا حنا أعمل اسمه شنو هو ريد بول بالبرتقال زي الفانتا والميرندا وما عارف حاجة نفس السبرايت والسفن اب. لا لا في استراتيجي واضحة انه انا ريد بول مشروب طاقة فول ستوب، ودي اللي بتخلي الشركة تكبر وتخليها تبقى براند وتخليها تربح. عدم الاستراتيجي هو اللي بيخليك تكون عندك الفرصة قدامك لكن بتروح منك لانك بتكون جايد في السوق. نجي للكوست ليدرشيب. حقيقه المتعه بالنسبه لي اللي هي ايكيا. طيب ايكيا يا جماعه ما موجوده عندنا في السودان، هي شركه سويديه تمام في السوق من السويد، وهي شركه حقيقه انوفيشن. العفش من زمان فكرته انه يكون في معارض بتاعه الموبيليا دي وتكون في العفش موجود فيها وبتجي بتشيل العفش وتجيب لك دفار وتخط العفش فوقه وتشحن. ايكيا لما جات جات بفهم انه يكونوا اقل كوست. فكروا بالمناسبه دي مهم شديد انه هم كاستراتيجيين يكونوا اقل كوست. الكوست ليدرشيب في مجال العفش مجال الموبيليا.
فجو لقوا انه اول شيء كانت حاجاته جودتها زمان، انا بتذكر كان بالضرب المثل بيقول لك يا اخي حاجات ايكيا دي كلام ساي بتتكسر، لانه كان فعلا الجوده يعني شويه ما كانوا مركزين على الجوده، كانوا مركزين على السعر. لكن الاهم من الموضوع ده انه يا جماعه الناس دي عشان تفكيرهم الاستراتيجي انه يكونوا كوست ليدر شيب، الموضوع ما كان واقف في العفش وفي السعر. وبالمناسبه حس العفش بتاعه تطور جدا وبقى حاجه ممتازه جدا، لكن الناس دي لما فكروا في الحاجه دي يعني قعدوا في برين ستورمينج وكل المراحل بتاعت الانوفيشن، لانه انا كيف اصل لي كوست بتاعت انه العفش ده يكون مطبق في كرتونه، على اساس انه لاحظوا الفكره في الاساس انه انا اكون كوست. الكوست دي ما شرط، لما احنا نيجي نتكلم نقول كوست معناها سعر الحاجه ده، سعر الكرسي ده يكون رخيص، هم ما وقفوا على دي، لا، انه الكوست التكلفه بالنسبه لك حتى لما تودي البيت يكون رخيص. لاحظ الموضوع ابعد من 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 من, من الحاجه اللي احنا بنفكر فيها مباشره. كيف يعني الكوست ما برايس؟ لو قلنا برايس اوكي كرسي يكون تشيب وماتيريال بتاعته اقل فيكون ارخص، لا، قالوا كوست، التكلفة على العميل اللي اشترى الكرسي. فالزول اللي اشترى كرسي عفش بيت خلينا نقول من موبيليا، من معرض بتاع موبيليا، وجاب دفار وده اداك الكرسي ده مطبق في كرتونة بتشيله في عربيتك الصالون، ودي الفكرة اللي قامت عليها شركة ايكيا، انه العفش. طبعا بالمناسبة الموضوع شوية 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 يعني احنا عندنا حاجة اسمها الافكويشن، اللي هي انك انت تكون يعني بتبدأ بحاجة وبتطلع لك بعدين فكرة، وممكن تكون الفكرة دي الأساس بتاع البيع، انت بتكون خدت حساباتها لكن بتتطور. طيب فدي اللي حصل معاهم، انه بقت لقوا انه الفكرة بتاعت العفش يدوك لها في كرتونة وتجي تشيله ويدوك معاه كتالوج وتمشي تركب العفش ده براك بالبيت، بقى برنامج ناس البيت ذاته بتشوف في اليوتيوب الناس بيقوموا بيصوروا انه العفش بيعملوا كيف ويقوم يتكس يعني ذاته ما 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 ايوه بالضبط، احساس انك انت عملت الحاجه بنفسك، وتلقى الناس بتفاخر انه كيف ركب الدولاب ده ومصور نفسه في اليوتيوب. فدخل موضوع يعني اكبر في اللي هو الافكتويشن، تمام، ما كان حساباتها. يعني انا بقول لك لانه ايكيا هي كانت الاستراتيجية بتاعتها الكوست ليدرشيب، لكن دخلت معها حاجات تانية. أنا أديك حاجة حلوة جدا، إنه أهمية الاستراتيجية يا جماعة، إنك ما بتخليك تطلع من أنا في حاجات حعلق على مرات لو ما أسئلة، يعني مثلا حسنا في تعليق هنا من أخونا لذيذ إنه أيكيا لما ينشأ إنه بتخليك أنت تركب الأساس بنفسك ويصل في إحساس إنه أنت صنعت الحاجة دي، بناك فهمت أنت ومقاسك أنت، فقدرت تعمل حاجة مهري كبيرة. وفي التسويق في مصطلح بيجوا يستخدمون اسمه الأيكيا إفكت. يس طبعا زي ما قلت في مرات حاجات بس لأنها ما أسئلة، فخلينا يعني تعليق حلو زي ده الواحد بس يمر عليه، لكن الأسئلة نخليها لبعدين. طيب يديك العافية. فهنا لازم معي أهمية الاستراتيجية، إنه أنا لما أكون عندي استراتيجية ما بقوم بخلي المتغيرات والوضع السوق وما عارف شو يقوم يأثر فيني ويخليني متخبط والليلة. ودي يمكن أكثر مثال أنا مشهور به السودان، إنه الواحد يفتح مطعم بعد شوية بيجي بيلقى الشاورما راشة، هو كان مطعم بتاع فراخ، لقى الشاورما راشه قال لا ابقى بتاع شاورما، بعد شويه بقوم بيلقى انه والله يا اخي السوق كاسر والناس ما بتشتري، يقول لك يا اخي لا ما في شريحه بتاكل فول وطعميه، دخل فول وطعميه. ده يا جماعه مشكله، لانه ده معناه انا ما عندي استراتيجيه وما عندي تخطيط وما عندي بوزيشننج. يا جماعه ما في زول بيبيع اي، في مقوله عندنا في الماركتنج بيقول ليه if you wanna sell to everyone you will sell to no one. انا هرجع الكلام ده بعدين في البيت. If you want to sell to everyone you will sell to no one. اذا عايز تبيع لكل زول ما حتبيع لاي زول، لانه ما في اول شيء احنا هسه بس كده تعالى نحس احنا في الغرفه دي كم شخص، كل زول حتلقى عنده احتياج مختلف وعنده ذوق مختلف،
فما في حاجة بتتباع للناس كلها. وحتى الليلة مثلا في القدرات ذات الشرائية مختلفة وإلى آخره، ما في حاجة بتتباع للناس كلها. لكن للأسف، ودي من خبرة أنا للأسف يعني عشتها في السودان، كنت بشتغل كونسلتنس حتى وأنا موجود في السودان، كنت بشتغل كونسلتنس. بتجي الزول تقول له يا أخي بوزيشنينج، تقول له يا أخي الشريحة المستهدف كده، يقول لك لا وبيع باقي وخلي باقي السوق للناس، كيف الكلام ده؟ طيب ايكيا من كتر ما هي الاستراتيجي بتاعتها كانت، انا من الناس يمكن اسرح في الزمن يا اخواننا، فرجاء نبهوني يا اخواننا المودريتر، المناسبه معكم حلوه فغايت يمكن اسرح بس نبهوني. ف من كتر ما هم يعني مركزين حقيقه على الاستراتيجي بتاعت انه يكونوا كوست ليدرشيب، حركه جميله جدا عملوها حسه في سمعت انها هي تطبيقه حسه حاليا في الامارات اللي هي. طيب ايكيا بالكونسبت بتاعه هو مخزن اكثر من انه يعني محل بيع، تمام؟ فبتلقى دائما بنفس الشكل اللي حاطه لكم في السلايد، هي ستور حاجة كده خرافية، تكون مبنى كبير جدا. فلو زول مشاهو هتلقى دائما انه هو موجود في، الله يخليكم تسلموا كثير، انا مستمتع معاكم حقيقة، بتجي تلقوه موجود في اطراف المدن. ليه؟ لانه انا داير مساحة بتاعت ما عارف 5000 اظنها بسيطة، متر مربع يمكن 10000 متر مربع، ما بتجي تلقاه في نص البلد، خلاص البلد مزحومه، فبتجي دائما تلقاهم في اطراف المدن، تمام؟ عشان يقدر يعني ياخذ المساحه بتاعته دي. طيب اطراف المدن داموا دخلوا قبل كده في الحته بتاعه تجربه العميل، عميل كالاتي، بتجي تلقى فيه كيدز اريا، يعني المكان ده ذاته ليه؟ ما بيجي يقول لك يا اخي انا طالع سفر عديل، في ده زي المطار، شفت المطارات مش بتكون في اطراف المدن، خلي السودان احنا عندنا مطار في نص الخرطوم، عامه برا المطارات دي في اطراف المدن برا. يلا ايكيا نفس الشيء، سفر. فبيقول لك يا اخو بعيد كبير، يعني انت بتخش جواه وزي الصوره الموجوده دي عادي، انت كانك خاش في بيت بتمشي لافي بين العفش والى اخره، سكشنز يعني في حته بتاعه المطبخ وحته بتاعه اوضه النوم وحته تاخذ فيه زمن، قال لك يوم. فقاموا عملوا شنو؟ قاموا عملوا الحته بتاعت الكيدز اريا، يقول لك يا اخي ما احنا طالعين نقوم الاطفال عشان الراجل ومرته يستمتعوا بانه يشتروا من الحاجات وكده، ففي كيدز اريا بيدخلوا فيها الاطفال. وفي نفس الوقت قاموا عملوا فيه مطعم سويدي، بحيث انه يا اخي الناس ده خلاص يوم كامل حيقضوا في ايكيا، فيقوم منها ما يمشي كوسلين ثاني مطعم، لا في الحته ذاته بيقوم يخشوا المطعم، ف يقوموا يخشوا المطعم، تسلم كثير، يقوموا يخشوا المطعم فيقضوا يوم هناك. فدي معلش يا جماعه انا هستأذنكم دقيقه بس، انا هعمل ميوت للمايك بس ثانيه واحده بس. السلام عليكم، معلش صوتي واضح يا اخوانا؟ ايوه واضح. طيب شكرا، بس انا سوري يعني بس انا في المكتب ودخل على تي بوي عشان كان ماشي. طيب في نقطة مهمة هنا كنت بشرح فيها، انه علشان هم بعيدين من المدينة، ولاحظوا معايا يا جماعة انه، ودي اهميه انا بس حابب اوضح او امبريس قدر شنو موضوع الاستراتيجي مهم از سكيلز للماركتير، قدر ما بحاولوا يعملوا انوفيشن و الى اخره،
دائما الكور بتاعهم هو استراتيجيتهم الاساسيه انه كوست ليدرشيب. طيب فعملوا قلنا مساله المطعم، عملوا مساله الكيدز اريا والى اخره. جو لقوا حاجه انه هم يا اخي الاساس بتاعهم هو الكوست ليدرشيب. والكوست قلنا شنو؟ ما شرط يكون في البرايس بتاع البرودكت مباشره، وانما التكلفه الكليه على العميل. عملوا حركه جدا يعني انا عجباني شديد حقيقه في الامارات، انه لانه قلنا موجود في اطراف المدن صح؟ لما تجي طالع عنده الابلكيشن، انت طالع من البيت بتخش الابلكيشن بتحدد نقطتك اللي طلعت منها تمام؟ لغايه ما تصل ايكيا بيحسب لك المسافه كم؟ 25 كيلو بيعوض لك قروش في الفاتوره. شايفين الحته دي حلوه كيف؟ لما تجي تحاسب بيقول لك يا اخي انت والله جيتنا مسافه 25 كيلو فاحنا اسفين على البنزين واو الى اخره، يا اخي احنا خصمنا لك من الفاتوره. لانه الاستراتيجي بتاعتهم كوست ليدر شيب، انه نكون احنا دائما الارخص ليك. فدي يا جماعه البزنس انوفيشن والافكار بتاعت البزنس والبزنس، كيف انه في شركه بتكون عندها مثل تنافسيه، ده كله بالشغل بتاع الاستراتيجي. فالاستراتيجي سكيلز يعني عايزكم تشوفوا انها كيف بعيده وكيف زي ما قالوا ممتعه والى اخره. نجي للمثال الاخير في الاستراتيجي، الدولار شير. كلنا عارفين شركه جيلت بتاعه الامواس، شركه طبعا قلنا الكوست في هناك الكوست ليدرشيب انه كبزنس انا اكون الارخص، لكن ده هنا كبرودكت تمام. طيب الدولار شيف لو ملاحظين اسم الشركه ذات حتى يعني هم ما خلوا حاجه للاستراتيجيه انه سموا البراند بالكونسبت بتاعهم عشان ذات ولا بكره ما يعملوا دولارين، هي دولار دولار. شيف لاحظوا معي الكومبيتيتيف انه الشده بستة بليت فيها ستة شفرات، يعني حتى ما انها هي رخيص ستة شفرات، لكن الناس دي قال لك احنا بدولار. جلت بدولار ونص باثنين دولار بثلاثة دولار، يعني احنا بدولار. الناس دي اخذوا ماركت شير من جلت خرافية. Almost half half. لكن طبعا الكلام ده في امريكا، هي يمكن ما اشتهرت عالميا، هي موجوده في امريكا ماخذه اولموست الهاف ماركت شير. لكن لانه خلاص هم داخلين باستراتيجيه بتاعت انه يكونوا الارخص كبرودكت في البرودكت ده تمام؟ يعني خلاص اعتقد انه واضح، يمكن وضحنا كثير في الكوست ليدر شيب، لكن بس ده اوريكم انه الاستراتيجي اهميته وين. نجي للكاستمر اكسبيرينس. او بنسميها سي اكس. كيف يا جماعه الكاستمر اكسبيرينس؟ وده انا هي يمكن ما سكيلز لكن واحده من المفاهيم الجديده جدا في الماركتينج. وحقيقه الان انت عشان يكون عندك بزنس ناجح وفيه ميزه تنافسيه، الكاستمر اكسبيرينس بقت من اهم الميزه التنافسيه الموجوده حاليا. ما الناس ما تلخبط بين اليو اكس والسي اكس. اليو اكس هي اليوزر اكسبيرينس، دي في الشغل بتاع الديجيتال اللي هو اذا عندك ويب سايت، عندك موبايل ابلكيشن، انه كيف العميل يكون حاسس بالمتعه وانه ما يروح في الويب سايت، دي اسمها اليوزر اكسبيرينس يو اكس. لكن الكاستمر اكسبيرينس انه كعميل من يوم ما عرفت المنتج الى ان استخدمته الى ما بعد الاستخدام، التجربه بتاعتك تكون ممتازه وفوق الممتازه، لدرجه انه تخليك تقول انه الشركه دي يا اخي عندها ميزه تنافسيه من الشركات الثانيه، فانا افضل اشتري حاجتها ويكون عندي لويالتي ليها. الكونسيبت ده ما بقدر يعني نتكلم عن الماركتنج بدون ما امر عليه. حقيقه زي ما احنا شايفين الكاستمر اكسبيرينس ببساطه هي everything related to a business that affect customer perception، بيأثر على انطباعك عن الشركه دي وشعورك تجاه الشركه دي اثناء تعاملك مع الشركه او حتى ما قبل او ما بعد. وبالمناسبه انا بقول انه ما شرط اثناء تعاملك مع الشركه،
بمعنى انك اشتريت، لا حتى مع دعايات الشركه. كيف؟ انا قدامكم ما حصل في حياتي اشتريت بي ام دبليو، تمام، ولا ايجار، ما حصل سكتة بي ام دبليو، يمكن ركبتها لكن ما حصل سكتها. هل الكاستمر اكسبيرينس، هل مدى رضاي عن شركة بي ام دبليو عالي ولا لا؟ بالتأكيد عالي. طب انا ما جربتها. يلا، الميزة التنافسية الخلقتها بي ام دبليو واللي روجت ليها عن طريق الدعاية بتاعتها وعن طريق الناس تجربوا البي ام دبليو وتكلموا عنها وعن طريق البراند الحصل وعن طريق حجم البراند وإلى آخره، أنا ما سكتها ما جربتها، لكن راضي عن ما بقدر أقول بي ام دبليو كعبة، راضي عنها رضا تام. فلاحظوا يا جماعة حتة مهمة، إنه الكاستمر إكسبيرينس ما شرط لما يكون في انتر اكشن مع الانتر اكشن، هي كلمه انتر اكشن صحيحه، لكن انتر اكشن ممكن اتعامل اتفيت انتر اكشن مع الدعايه بتاعتها ما مع البرودكت، تمام. بس انا حبيت اوضح الحته دي. نجي ل مميزات ممكن تضيف الكاستمر اكسبيرينس، انه قال لك يا اخي الكاستمر الكونسيومرز المستهلكين are willing to pay more for better customer experience. إذا أنا أضحك بعد شوية كيف إنه يعني العميل مستعد يدفع مبلغ أكبر، تمام، بس عشان إنه والله تجربته هي أفضل. بس عشان ما حيصير بعد هالجناية، طيب customer experience has become a major brand differentiator، هي سبب في إنه تميز البراندات من بعض. Delivering an outstanding customer every stage of the buyer journey is the key. Meet fast evolving customer. A CX is an indispensable component of customer relationship manager, CRM. CRM طبعا customer relationship management اللي هي يا جماعة تبدأ من الهوتلاين إلى متابعة العميل ويعني تحليل الهيستوري بتاعه السابق و و و و إلى آخره. طيب the best customer experience accord with emotion. طيب هنا في نقطة مهمة شريعة عشان أشرح لكم customer experience. الناس اللي بيحبوا السفر، وناس شهر العسل، وناس الإجازات، وناس الرحالة، يا جماعة السفر حرفيا إنك تسافر من A to B، إنك تسافر من الخرطوم لدبي، كلكم قولوا آمين. طيب ليه في ناس بتسافر بالاتحاد تذكرة 6 و7 مرات الضعف؟ ها؟ في منطق؟ ما دا بيسافر من اللي بخطوة بيمشي دبي، بتبقى الكاستمر اكسبيرينس. دي طبعا الصورة قدامكم، دي طيارة يا جماعة، دي الدرجة الأولى من طيران الاتحاد، دي بمناسبة جديدة ويدعم من النا بروموشن. فالفكرة إنه بقت الشغلة ما إنه أنا أسافر ده النيد، ها؟ بقت الشغلة إنه أنا أسافر بمتعة، إنه أنا في كل مرحلة السفر بتاعي أنا ما همشي هناك هنزل لي في فندق 5 نجوم، فأنا ليه أسافر وعاني في السفر وامشي انزل في فندق 5 نجوم؟ لا، انا داير من المطار، انا قاعد في صاله بتاعه في اي بي، بعيش تجربه مبالغه، تجيني مضيفه في المطار تضيفني. طبعا يا جماعه الطيران الاتحاد والامارات، انا طبعا من حسن الحظ يعني ربنا نعمني قبل كده، وانه سافرت بدرجه اولى على طيران الامارات، فانه تكون انت من المطار في مضيفات بيسموهم مضيفات ارضيات ولا شنو، المهم في الدرجه الاولى في مضيفات بيضيفوك زي ضيافه المطار ديك، لكن بيضيفوك في المطار ذات الصاله كبار الزوار البي اي بي، وانت طوالي بتمشي الطياره بتكون عايش في 5 نجوم، ومنها بتمشي الفندق على 5 نجوم، ومنها فهنا الكاستمر اكسبيرينس دي اصبحت ميزه تنافسيه، هي خلت طيران الاتحاد تديها ميزه تنافسيه عن الخطوط الجويه، خلينا نقول المصريه ما نقول السودانيه.
ف الكاستمر اكسبيرينس هي ميزه تنافسيه البنك. وبالمناسبه يا اخوان هنا خلوني اتكلم عن نقطه مهمه شديده. في الكاستمر اكسبيرينس عندنا حاجه بنقول انه في اكسبيرينس راندوم اكسبيرينس او سيستماتيك اكسبيرينس. يعني شنو؟ يعني انا موظف طلعت استاذنت من مديري قلت له يا اخي انا ساعه ماشي البنك وراجع، لا ساعه كثيره زادوا، نص ساعه انا ماشي البنك وراجع. تمام؟ طلعت من الشغل مشيت البنك دخلت لقيت اللي نايم الامور كلها طيبه سحبت رجعت. هل الكلام ده قاعد يحصل في السودان؟ الزول بيكون ماشي البنك وهو طالع من الدوام ولا ماشي البنك وداري يحصل الدوام بيكون وضعه شنو يا اخواننا؟ بيكون شايل الفاتحه فوق وقاعد يدعي يا رب الشبكه تكون فيه، يا رب الليل المدير يكون قاعد، يا رب الموظف ما يكون عنده بكه، يا صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ده واقعنا للاسف. والواقع ده جاء من وين؟ جاء من باد اكسبيرينس تراكميه حصلت لك، انت مشيت حصل لك كده، انت مشيت حصل لك كده، انت مشيت حصل لك كده، اتبنت باد اكسبيرينس في 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 البرسبشن بتاعك. فهنا اتبنت تلقائيا حاجه اسمها الراندوم اكسبكتيشن. انه انا لما اكون ماشي البنك انا ما عارف اللي هيحصل شنو وما عارف احصل على الخدمه دي بتين. لما اضرب خدمه عملاء متعود انه الناس ما ترد علي. فالاكسبكتيشن وانا بضرب خدمه العملاء ان شاء الله يردوا، ان شاء الله يردوا، بالذات اذا كان الموضوع فعلا سيريس بالنسبه لي. فهنا المفترض انه الاكسبيرينس تكون سيستماتيك، انه انا حاتصل تليفون حلقه زول يرد علي هيحل لي مشكلتي. هنا بتبقى ديفرنشيشن. اذا الليله في شركه جات اشتغلت على انه والله الخط الساخن الهوت لاين ده يكون ميزه تنافسيه، فصدقوني ممكن يكون ميزه تنافسيه. ما تستهونوا يا جماعه بانه العميل يعني تاثيره تاثير تاثير الانتراكشن بينه وبين الشركه تاثيره في انه يكون لويال كاستمر وتاثيره في انه يجيب كاستمر ثانيين قدر شنو؟ ده في حد ذاته تسويق. اما لا اسف في النقطه دي كثير. شويه اخونا سال عن هو يسموه الفانل الماركتنج فانل. هو سال تقريبا قال شنو اخونا هنا يعني هو اللي هو الفانل. طيب قدامنا يا جماعه اسمه الماركتنج فانل او قمعه التسويق، اللي هو انه العميل في مرحلة الشراء بيمر أو في مرحلة تعامله مع الشركة بيمر بالقمعة اللي قدامك ده. وليه عملوه قمع كده يعني كبير وبيضيق تحت؟ لأنه في المراحل كل مرحلة فوق بيكون العدد الموجود فيها أكبر، زي اللي بتصفوا كده. تمام؟ المرحلة الأولى دي مرحلة الأويرنس، اللي هي إنه الزول يعرف الشركة أو يعرف البرودكت. تمام؟ بتقل الى مرحله الكونسيدريشن او مرحله انه الزول يكون مهتم بالبرودكت ده، او احنا انا كمان بسميها مرات مرحله الكومباريسن، مرحله المقارنه. تمام؟ بعد كده بتيجي مرحله البيرتشيس اللي هي مرحله الشراء. بعد ما يشتري بتيجي مرحله اللويالتي اللي هو انه هو يكون لويال كاستمر، يعني يعيد ثاني يشتري وثاني 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 يشتري. بعد كده بتيجي مرحله الادفوكسي اللي هو مرحله انه هو ذاته يكون صوت الشركه، العميل ذاته يمشي يكلم الناس وورد اوف ماوث ويكلم الناس ويقول لهم والله يا اخي الايفون ده يا زول ما في زيه. طيب القمع ده مهم ليه؟ لانه في كل مرحله من المراحل دي انا المفترض
في مشكلة ما حدش خلينا لغاية العصر ده بدأ لنا بعدين على فكرة القمع ده مهم إيه أعرفه لأنه المراحل دي في كل مرحلة يا جماعة الأدوات بتختلف ما نفس الموضوع بس تسويق وتعال وشيل يعني الناس بتسكنها تعتقد التسويق تعال يا هودي حاجتي هاك اشتري هاك حاجتي دي والله سمحة هاك اشتري لا كل مرحلة من المراحل دي يا جماعة عندها حاجة خاصة بها أو أدوات أو تولز خاصة بها وحسا في كونسيبت جديد اسمه الـ IMC الـ Integrated Marketing Communication إنه الشانلز دي زمان لما نجي مثلا موضوع الدعاية نفس الدعاية هي في الجريدة بتنزل هي نفسها بتجيك في التلفزيون هي نفسها بتجيك في الراديو هي نفسها بيقول لك يا أخي ما بيقرأ الجريدة يشوف التلفزيون ولما بيقرأ يشوف التلفزيون يقرأ يسمع الراديو حس الكلام ده مختلف تماما حس كل شانل من الشانلز دي عندها وظيفة لكن الانتجريتد إنه بيكملوا بعض بيفهم شنو بيفهم إنه الليلة أنا عندي دعاية بتاع التلفزيون طيب نشوف هنا يا جماعة في القمع ده في التفصيل لازم معايا المرحلة بتاعت الأويرنس إنه أنا بقى أعرف باسم بالبراند تحت الشركة أو بالبرودكت أنا في المرحلة بتاعت الأويرنس بستخدم شنو؟ بستخدم الـ TV commercial اللي هو دعاية التلفزيون بستخدم الـ billboard بستخدم الـ LED اللي حسا موجود في شارع الستين وفي ستوب المؤسسة بستخدم الـ pre-launch activity بستخدم الرعايات الـ sponsorship دي كلها حاجات وظيفتها إنها تقول لك يا أخي اسمع في شركة اسمها كده في منتج اسمه كده هنا دي مرحلة بتاعت إنك بس تعرف ما أكثر ولا أقل والمرحلة دي مهمة لأنه الزول ما بيشتري الحاجة اللي ما بيعرفها صح؟ الزول ما بيشتري الحاجة ما بيعرفها إنك تخلي الزول يعرف الحاجة يكون فاميليا طيب أديك مثال أنت حسا مشيت سوبر ماركت عندك صف فيه شامبوهات هل في زول فيكم يا جماعة بيمشي بيشيل الشخص خلينا نقول في سبع ماركات بيمشي بيشيل السبع ماركات ويقلبها من ورا ويقعد يشوف الخصائص بيناتهم ولا already هيمشي هيشيل له شامبو أو بالكثير اثنين ويقارن بيناتهم الاثنين ديل تأكد إنه هو شافهم في دعاية في هو familiar معهم حاجة عارفة هيدن شوردن بانتين حاجة شاف دعايته وترسخت براسه فلما يمشي تلقائيا العين هتتعرف على حاجة شافتها كثير هيكون في سبع براندات وحيمشي يمسك هيدن شوردن والبانتين ويبدأ يقارن بيناتهم ده لو حيقارن ده لو ما مشى طوالي هيدن شوردن وفات طوالي تمام ففي مرحلة الأويرنس دي مهمة جديد بعدها بيجي تجي مرحلة consideration زي ما قال أخونا الجيلاني الاهتمام إنه بيبدأ بعد كده الكومبارس بيبدأ يقارن بين شركة وشركة فهنا مهم شديد إنه أظهر الحاجة بشكلها الجميل هنا المرحلة بتاعت الباكيجينج المرحلة بتاعت البروموشن الأوفرات المرحلة بتاعت إنه أديه هدايا والله يا أخي شامبو خدت له معه صابونة هيجي يشيله ما هيشيل الشامبو الثاني اللي قاعد ساكت تمام هنا المرحلة بتاعت والله يا أخي السوشيال ميديا وال الحاجات ال كده يعني الفن والفاني وإلى آخره بعدها بتجي مرحلة البيرتس الشراء هنا أنا بركز على الحتة خلاص هو جاي هنا ما بفرق دعاية ماشي يشتري فالحتة بتاعت الشراء ذات الرف بتاع الشراء هنا أمشي في الريتيل ستور اللي هو سواء أنا السعير سواء أنا الرف أدفع أكثر للسوبر ماركت وخدت لي البرودكت بتاعي في المستوى بتاع النظر بتاع العين بدل ما يكون قاعد تحت إلى آخره أجي هنا بعد كده للمسألة بتاعت الإكسبيرينس أو اللويالتي اللي هي مسألة إنه الزول ده كيف خليه لما يستخدم المنتج كل اللي عملته زمان عملت دعاية تلفزيون سمحة وخديته أحسن سعر والباكيجينج لذيذ لكن هسه خاصة جاء في المسألة بتاعت البينيفيت إنه هو فعليا بيستخدم في المنتج الشامبو المشيت وفيه كلام حلو كله جيت أنا في تحت الدش ما فيه رغوة ولا ما فيه ريحة ولا 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 هنا بتبقى مسألة الاكسبيرينس إنه البراند بروميس أي حاجة أنا قبل كده يعني اسمه شنو هو وعدت بيها
المفترض انه تكون شنو؟ تكون موجوده في المنتج ده. البراند بروميس ما تخيب ظن العميل. اضافه للحاجات البعديه اللي هي شنو كلها بتخش في الاكسبيرينس اللي هي الكاستمر سيرفيس والهوت لاين والافتر سيلز وكل الحاجات دي يا جماعه والبي ار. بي ار مهم جدا لانه بيعكس انه الشركه دي بتخدم في المجتمع مش قاعده تدور في المجتمع وتلهب في قروته. حاجات مهمه شديد. بعد كده مساله اللويالتي. طيب فكل واحده من دي اتكلمت يا جماعه عن الماركتنج بوزيشننج اللي هي حاجه اسمها السيجمنتيشن تارجتنج بوزيشننج اس تي بي. انا بحاول زي ما قلت لكم يا اخوانا شنو بس امسك الحاجات كده يعني اطلع رؤوس اقلام عشان انه نمر عليها سريع. طيب السيجمنتيشن تارجتنج بوزيشننج انه انا لازم اقسم سوقي ده لشرايح. الشرايح دي مختلفه، ممكن تكون عمريا، ممكن تكون ذكر وانثى، ممكن تكون كبار وصغار، ممكن تكون جغرافيا، ممكن تكون بسلوك شرائي، ممكن تكون بسلوك اجتماعي، بغض النظر التقسيم ده ما له نهايه. تمام. لما اجي اقسم في حاجه اسمها تارجتنج، انا قسمت السوق بتاعي لشرايح بستهدف شريحه او شرايح لكن ما كلها، والا ما في فائده التقسيم. واحنا زي ما قلت في السودان للاسف عندنا مشكله دي. عندنا مشكله حقيقيه، اغلب الشركات شركات ضخمه كبيره عندها مشكله في موضوع البوزيشننج، انه داري يبيع للسوق كله. يقول لك خلي باقي السوق لي منه. لا كيف يعني انت داري ابيع لديل بس وديلك ماله؟ يا عزيزي ما هو ما بتقدر تبيع منتج واحد لكل الناس. حتضيع. لازم عندك فئه معينه تستهدفها وتبيع ليها، بعد كده اكبر اعمل برودكت ثانيه، انت يكون عندك بوزيشننج. البوزيشننج معناه شنو؟ معناه انت معروف بشنو. قبل لما تكلمنا عن طيران الاتحاد، هل في زول بيقدر يقول والله طيران الاتحاد انا حركبها حطها في طيران الاتحاد عشان هي رخيصه؟ هل في زول بيقدر يقول كده؟ لا، خلاص اتعرف الطيران الاتحاد ان هي معموله لفئه. طيب ما يقول يا اخي اسمع، ما هي طياره يا اخي، يا اخي ما ندخل فيها اسمه لما يكون مثلا ما في حجوزات ندخل فيها ناس باسعار رخيصه. لا، هو ما داري يكسر الصوره بتاعته دي. هو بوزيشن سيلف او الشركه بوزيشن سيلف ان هي شركه برفاهيه بخدمه متميزه الى اخره. احنا عندنا لا دخلنا بس دخل فالبوزيشننج ببساطه يا دائما بنشبهه بالبيتزا، انك قسم البيتزا وتعال شوف الواحده اللي فيها جبنه اكثر، بمعنى انه المور يعني شريحه في السوق مشهيه ليك ربحيا او استراتيجيا هي بتقوم انت بتستهدفها. ده السلايد برضو segmentation targeting positioning امر سريع. عندك من الشركات الكبيره عالميا اللي بتشتغل اسمه شنو هو segmentation، مثلا بيبسي اللي هو عندك الفايت ده مستهدف تماما الناس السكري، عندك زيرو شوجر برضه ده بوزيشن. انا بالمناسبه ما قادر اعرف الفرق بيناتهم تحديدا الدايت والزيرو شوجر، لكن دي لكل واحده فيهم جات لشريحه معينه عشان يخدموها. طيب هيجي واحد يقول لي طيب البيبسي ده ما عليه كل الناس، اقول لك لا ما عليه كل الناس. بالمناسبه واحده من الاخطاء انا اقول لك ماركتيرز الا يكون متخصص وقاري بوزيشننج وبيعهم، هيجي هيقول لك انه البيبسي والكولا متنافسين والمرسيدس والبي ام دبليو متنافسين والنايك والاديداس متنافسين. طيب هم متنافسين بفهم انه متنافسين في انه يكون الاسم الاكبر في السوق كدومينيشن، لكن كعملاء كل زول عنده عميله. الناس ديل ما متنافسين في العملاء يا جماعه. البيبسي والكولا ما متنافسين في العملاء، وحديكم مثال بسيط جدا يعني يمكن الليله تستغرب وحتبدا تعاين السوق بنظره مختلفه. حس من هنا اطلع، وانا بالمناسبه كنت بتناقش في النقاش ده، انا كنت قاعد قدام ستيلا في بحري
مع صاحبي كنت بتناقش قلت له يا اخي اقول لك حاجه انا والله استله ده لا يمكن منه 10 سنين الليله اول مره يا اخي اقول لك حاجه تعال حسبت لك دخلنا جوا قلت له المطاعم حتلقى فيها ثلاجه كولا ما حتلقى فيها ثلاجه بيبسي وكويس انه ما خسرت الرهان لانه جيت بحماس دخلت وفعلا لقينا في استله ثلاجه كولا بس استله بحري الحي ناس بحري من هنا البيبسي حتلقاه في دكان الحله الثلاجة اللي بتدفع ليه فوق ليه؟ لأنه كل واحد فيهم يا جماعة عنده عميله ودي استراتيجيات وعالمية الكولا بالمناسبة عالميا وأنا واحد من الناس اشتغلت عملت بكل دراسة تحليلية شركة كوكولا في بريطانيا UK الكولا البيجر كلاينت يعني أكبر كلاينت بالنسبة لها هو المطاعم أكثر من السوبر ماركتات والريال المطاعم هو أكبر مستهلك لي أو كلاينت لشركة الكوكاكولا دي معلومة عالميا بالمناسبة ومن ضمنها السودان البيبسي عالميا مربوطين بالسبورت عشان كده حتى لو شفت دعاياتهم دائما فيها مشاهير الكورة وإلى آخره فالسودان يمكن ما خالص فهنا مشي في السودان إنه هو المشروب الهيريتج التاريخي ناسنا الكبار لو حسايزه عنده حبوت ولا أبوه ولا كده يقول لك لا بيبسي بس البيبسي طاعم صح؟ لأنه هو المشروب أصلاً كان موجود من زمان في السودان فهم لعبوا على البوزيشنينج ده لأنه لما تكون عندك ميزة تنافسية ما بتفكها بالسائل فعشان كده بتجي تلقاه ما بتلقى في المطاعم تلقاه في دكان الحلة اللي هو مستهدف بيه منه مستهدف بيه جدي وجدك وأبوي وأبوك عرفت لكن دي إشكالية بالمناسبة حتكون لشركة بيبسي لأنه الديموغرافيك قاعد يتغير يعني ده خلاص حينقرض الله يديم طول العمر يعني فهنا ده أنا أوريك إنه الاثنين ما متنافسين في نفس العميل الناس بتكون فاكرة إنهم متنافسين كأسام لكن ما في نفس العميل كل زول عنده عميله ده هو البوزيشنينج يا جماعة هو ده السيجمنتيشن فأعتقد إنه الناس بعد ده حتبدأ تنظر للسوق بنظرة مختلفة طيب عندنا هنا what make a good value proposition أو value proposition اللي هي القيمة اللي أنا بقدمها للعميل وبيها تمام بيها أنا بخلق الميزة التنافسية وهي حاجة بتخليني زي البيضة الذهبية دي بتخليني أنا الناس تشوفني different من الكمبيوتر تمام الحاجة دي قبل شوية في زول بيسأل عن التحليل واو إلى آخره قال لك بتصل للمرحلة دي الـ Customer Value Proposition CVP هو إنه أنا أعرف احتياج العميل Understand the customer and their needs ما لم يكون عندي تحليل وفهم عميق للعملاء بتاعي والشريحة اللي أنا مستهدفة ما حقدر أكون زي ما عملت آيكيا إنه تبدع وتطلع حاجات تخلي العميل يقول واو بهيك اللي بشتري منها فالريسيرش والأناليسيز سكيلز مهمة شديد للماركتيرز قبل تكلمنا إنه في يونت كاملة أو سكشن كامل في الماركتينج هو الماركت ريسيرش طيب أهميته شنو؟ كل الأساليب بتاعت analysis external macro analysis والinternal والexternal micro analysis عندنا البستير اللي هو البوليتيكال والإيكونوميك والسوشيال والتكنولوجي والإيشنو وعندنا الليجل والله أنا فيها المهم فدي كلها إنك تحلل السوق عن طريق الحاجات السياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجي وقانونية عندك الستيك هولدر أناليسيس أصحاب الصلة والكاستومر أناليسيس تحليل العملاء عندك الكمبيتيتر بنشمارك إنه تجيب الكمبيتيتر عندك تحللهم وتقيس عليهم عندك الانترنال أناليسيس تحليل الداخلي أنا قوتي شنو رأس مال أسيتس موظفين know-how عندي research عندي دي كلها تحلل جوا دي قد تكون مصدر قوة السوات analysis والكلاس analysis فدي كلها skills الماركتير كل ما كانت عنده كل ما كان يعني فرصه أفضل إنه يكون ماركتير أفضل وسكيورة جوا إلى طيب مهمة شديد
الاناليسز حتى للاستراتيجي. في عندنا كونسبت نسميه الاستراتيجيك دريفت، اللي هو شنو؟ اللي هو انا جيت اي استراتيجيه يا جماعه في الدنيا. ودي بالمناسبه كانت يعني انا كنت بتمغص من الحته دي. طبعا يا جماعه السودان ما قعدت فيه، يعني اول وظيفه اشتغلها في السودان حس الوظيفه الحاليه اللي انا فيها، تمام؟ فلما جيت كان ما تشوف بين سهوله انه والله انا قدمتها بالفيسبوك وشالوني، ما قبالة كان في مآسي، يعني دائما الزول بيقول لك الحاجه السمحه. فكنت بقدم، زول جاي الحمد لله بليفل يعني عالي جدا، يمكن بالعكس يعني زول ما عنده الليفل في البلد اللي انت جاي. فانا جاي انا ذاتي لما جيت السودان جيت بكم، يعني واحد حاجات خلتني اجي السودان انه انا كانت عندي كومبيتيتيف ادفانتج، انه عندي ميزه تنافسيه اوفر البيرز بتاعني يعني. فكان في اشكاليه بيقول لك يا اخي الزول ده ما اشتغل في السودان، الزول ده ما فهم السوق السوداني. يا جماعه انا دائما قاعد اقول مثال، قاعد اقول الخليج اللي احنا مبهورين به ده قام على شركات بتاعه استشارات كونسلتنت امريكيه وبريطانيه وكنديه واستراليه. ما بقول ليه انت بتعرف السوق ولا ما بتعرف السوق، ليه؟ لانه دايرين الخبره بتاعتهم والنو هاو، دايرين انه يطوروا، دايرين يجيبوا حاجات حتى هي ذاتها ما في السوق. وغير كده اي استراتيجيه بتبدا بحاجه اسمها سيتويشن اناليسيس، انك تحلل اصلا السوق. انا ما شرط اكون عايش في السوق ده عشان اكون فاهمه، بالعكس انا ممكن اكون عايش في السوق لكن ما فاهمه، لانه انا عايش فيه as a customer. لكن انا داير اجي احلل السوق بفهم معين، انا داير يعني بفهم معين او لبرودكت معين او لحاجه معينه انا داير اطلع منها بناء ابني عليها بناء عليها استراتيجيه. فاول شيء في الاستراتيجي في حاجه اسمها السيتويشن، انا انه احلل السوق. فهنا بيقول لك انه اي استراتيجيه اتخذت، طبعا لو ما في استراتيجيه دي مصيبه اعظم، لا في استراتيجيه ودي الاكسترنال انفايرمنت، لا سوري الكمبني استراتيجي دي الاستراتيجيه بتاعتي. لاحظوا هنا هي والاناليسيس قريبات من بعض، بعدات من نقطه واحده، لانه ما في فكره في انه انا يكون عندي استراتيجيه مبنيه على اناليسيس، فالاستراتيجيه بتاعتي بنت على اناليسيس فهم مع بعض. طيب اللي بيحصل كالاتي، الاستراتيجيه بتاعتي الانفايرمنت البرا قاعد تتغير، الانفايرمنت قاعده سوشيال بوليتيكال سياسيه اقتصاديه اجتماعيه عمله تضخم الى اخره قاعده تتغير. طيب هي قاعده تتغير لكن الاستراتيجيه بتاعتي تمام، ما فيها ادابتيشن، ما فيها تحديث، ما فيها تجديد. انا قاعده استراتيجيه ورق جامد مخطوط في الخزنه والسوق قاعد يتغير. هنا طبعا ده وضع شويه ممكن مثالي انه قاعد يتغير، بقوم احصل بحدث الاستراتيجيه بتاعتي متوافقه معه. ما في فرق يا جماعه هنا، انه مش احدث الاستراتيجيه اغير استراتيجيتي، لاحظ احدثها. في فرق بين انه اغير استراتيجيه، انا كنت ببيع فراخ بقيت ابيع فول، ده تغيير استراتيجي، ده ما في استراتيجيه ذاته، لا انه قاعد احدث الاستراتيجيه بتاعتي عشان تكون مواكبه للتغيرات اللي قاعده تحصل في السوق. حتى لو السعر لو 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 الى اخره، طرق البيع، ادخل ديليفري، ادخل موبايل ابلكيشن الى اخره. لكن كل ما انه استراتيجيتي جامده والاكسترنال انفايرمنت بعيده، هيحصل شنو؟ هيحصل الاستراتيجيك دريفت، انه هيبقى استراتيجيتي في حته والسوق الفعلي اللي هو بيعكس لي احتياج العميل في حته مختلفه تماما. ومن هنا لما يحصل الجاب ده، واحد من اثنين، يا اما تقوم تحصن نفسك وتعمل ادابتيشن، يا اما ترجع في الارض. مثال بسيط من الامثله دي جت الكورونا. الكورونا دي اكسترنال انفايرمنت، الكورونا اكسترنال انفايرمنت، حلو؟ جت الكورونا، ما فكرت انت مطعم، ما فكرت انك تدخل دليفري، حقيقه ما خلاص ما في اثنين ثلاثه، حصلت انت عملت اناليسيس، شفت انه والله في كورونا ما هو طبعا تقول لي ما دي ما داير لها استراتيجيه، دي ما خلاص زول وجات الكورونا تشتغل دليفري، لا. ما في ناس يا جماعه لانه لو ما في استراتيجي وما في تخطيط والى اخره، مع الهلع بتاع الكورونا ده هو ذاته بيكون راسه ضاري ما عارف يعمل شنو.
لكن لما يجي يبدا يقرا السوق ويشوف انه الحاصل شنو وانه والله يا اخي الموضوع ده بناء عليه وحيحصل اغلاق عام و و و و والى اخره, هو الليله ممكن يحصل ادابتيشن, ما بس ديليفري ومعقمات, بيحصل ليه ادابتيشن بيلحق السوق او بيقوم بيقفل. اعتقد الفكره واضحه. واحدة بالمناسبة سألت استراتيجيك دريفت دي يعني عشان بس ما تستهونوا بيها, ما أعرف المتوسط الجيل الحضور الموجود, لكن لو في ناس تسعينات وثمانينات هيكونوا عارفين الصورة قدامهم دي شنو. ده اللي هو شرايط ال H اسمها شو كان VHS اللي هي دي شرايط فيديو يا إخواننا, تمام؟ ففي ناس طبعا ناس الالفينات دي ما عارفين البدايه ذاته شنو, افتكروا كتاب ولا بتاع ولا ما شريت كاسيت. انت محمد السير شكلك زول صغير ما شريت كاسيت, ده شريط فيديو, تمام؟ طيب شريط الفيديو دي يا جماعه كانت بتمشي تشتريها او بتاجرها, تخيلوا في زول بيأجر الشريط ده. يعني انا واحد من الناس, انا طبعا 80 يا جماعه بالاصح مواليد 80, فكان واحد من الناس الوالد الله يدي العافية بيجي يوم الخميس فبيمشي بيجيب لي أنا شرايط بروسلي, كنت بحب ما أعرف برضو بتعرف بروسلي ولا لا, بيجيب شرايط الكاراتيه والضرب والهلال, وأخواتي البنات بيجيب ليهم الشرايط تحت المسرحيات. فدي كانت شرايط بتتأجر, تأجره وتجي بعد أسبوع تقوم ترجعه وكذا. طيب المجلس في الموضوع انه تخيلوا, هل تصدقوا على الجيل الجديد؟ هقول لكم كلامي ده يستغربوا زي قبل يومين كنا في الكشافه البحريه, ف في الشفع صغار اولادنا القايمين دين, ف كنت شعبي ده الله يدي العافيه بيحاول بيقنع فيهم انه والله التليفون زمان عنده سلك بكون مربوط في الحيطه, كل شويه فيديو الناس بيضحكوا فيه عليك الله فيه سلك, تخيل بيضحكوا فيه انه كيف تليفون فيه كان سلك, هو ما شاف غير الموبايل اللي حسن قاعد هو بيلعب فيه 24 ساعة سمارت فون, كيف يعني تلفون كان فيه سيليكو بتاعه هناك مربوط في الحيطة, يعني احنا عمره يعني ولا شنو؟ تخيلوا. فالمهم الغريب في الموضوع انه الشرايط دي كان بيكون عندنا زمان في البيت مكتبة زي بتاعت الكتب الكبيرة دي, وبكون فيها الشرايط دي قاعدة. انا كنت انا يعني انا جد قاعد استغرب من الموضوع انه يا جماعة الشريط الفيديو ده فيه مسرحية, انت اشتريت الفيديو المسرحية دي حضرته, تعالي تحضروا ليه؟ خدتيه في مكتبة ليه؟ وفعلا بيحصل انه بعد 10 سنين بتجي بتشتري المسرحية تحضرها ثاني. يا جماعة في شنو؟ طبعا انا قلت لكم الموضوع ده ليه؟ البلوك باستر هي الشركة اللي كانت بتأجر الفيديو هذه في أمريكا, واحدة من أكبر الشركات, الشركة دي كان حجمها 8 مليار, يعني في مصاف الشركات بتاعت ناس نايك وأديداس ومرسيدس والكلام ده, شايفين الشركة حجمها قد شو يا جماعة؟ تخيل أجي أقول لك مرسيدس فلست تقول لي أنت بتهزر, يلا البلوك باستر كانت بحجم الشركات دي, تمام؟ وكان فيها 60,000 موظف في 9,000 دكان أو محل أو ستور. تخيلوا إنه الشركة دي فلست بسبب منه؟ بسبب نتفليكس. وطبعا بسبب نتفليكس, بسبب التغير اللي حصل في العالم, لكن هم ما تغيروا. تخيل ان الشركه دي ذاتها اتعرض عليها انها تشتري, حجمها 8 مليار, اتعرض عليها انها تشتري نتفليكس ب 50 مليون وقالت لا, قالت والله ياخذ لي احتمال يكونوا بزنس شنو بيشتروا اونلاين, شركه عندها 9,000 محل 60,000 موظف, طيب بلا يشتري نتفليكس موقع في النت وريفيوز تو جو اونلاين. الشركه دي يا اعزائي طبعا كانت بتعتقد طبعا وقعت جلس العديل, تمام؟ الشركه دي كانت تعتقد انها تو بيج تو فيل, زي ما قلت لك اي زول يقول لي شركه مرسيدس فلست يا اخي كيف يعني تفلس؟
طيب نفس كودك بالضبط. وكان عندهم حته مهمه شديده اللي هي انه يا اخي انا الليله قاعد ادخل ارباح عليك الله خليني من بكره. فكان today profit more or come over to more sustainability. وهنا thought understood الكاستمر دي اكبر واحده كده اخذت تحت خط انه كانوا بيقولوا هسه زي اخونا اللي فوق الداقس اللي قال هنا انا اعمل بزنس استهدف بيه ناس الثمانينات. هم كان من كثر مبيعات وانه شركه كبيره والى اخره كانوا مفتكرين سوري انه عملائهم خلاص لويال ليهم. لكن وده حقيقه لكن هم تجاهلوا التغيرات تحت السوق. فكانوا بيقولوا يا اخي اسمع كيف يعني انا امشي السوق كان قاعد يتغير. يعني طبعا الكلام ده في الالفينات يا جماعه يعني بلاك بصر تقريبا 2008 او كده وقعت. فكان السوق قاعد يتغير والانترنت هو الحاصل والمساله بتاعت الداونلود من الانترنت واو خلاص يعني دي المساله الترند الماشي تمام. فهم كان يقول كيف انا امشي اونلاين واخلي عملائي اللويال يعني كيف اتخلى عن عملائي. للاسف قرايتهم غلط وعملائهم اتخلوا عنهم لانه العالم قاعد يتغير الناس ما حتفضل ستك مع الفي اتش اس فمشوا اونلاين ومشوا نتفليكس والشركه قفلت. ده الاستراتيجي جريت انه في عندهم استراتيجي لكن الماركت كان قاعد يعمل دريفت منه العالم اتغير الاكسترنال انفايرمنت التكنولوجي كانت متغيره مش بعيد منها. مثلا بس ده اودي من حته نفس الشيء طبعا نوكيا والكوداك و الى اخره تمام. طيب الانوفيشن كرييتيف ثينكينج هنا انا حقدر اعرض عليها سريع انه يا جماعه الانوفيشن الابتكار وهو مصطلح حس يعني هو والانتربرينور شيب رياده الاعمال من المصطلحات الرنانه وبتسمعها كل يوم وكل يوم بينزل عليها بوست والى اخره. يا جماعه الانوفيشن انا كنت بدرس ماده الانوفيشن والانتربرينور شيب. الانوفيشن ما لمبه صفراء ما لمبه صفراء وفكره بلم الحق بالمليونير. الانوفيشن هي بروسيس حتى انك تجي تصل ممكن قبل شويه بس اعطيكم الامثله بتاعت الشركات اللي وريتها فوق البروسيس ذاتها في حاجه اسمها المانيفاكتشر انوفيشن اللي هو ممكن يكون مبني على التكنولوجي بوش او الماركت بول. التكنولوجي بوش انه التكنولوجيا هي دفعت الحاجه بمعنى شركه اوبر يا جماعه هي الاساس اللي اتبنى عليه شركه ترحال وجو والشركات بتاعت التوصيل دي كلها. طبعا الاساس هي شركه اوبر. شركه اوبر قايمه على شنو؟ قايمه على انه يكون عندك سمارت فون وانه يكون في جوجل ماب. شركه اوبر لا اخترعت السمارت فون ولا اخترعت الجوجل ماب. التكنولوجيا اللي اتوجدت انه يكون في سمارت فون وفيه جوجل ماب ديلا بوش انوفيشن انه يكون في موضوع انه ليه ما اطلب عربيه بالتليفون اللي هو في اصلا الجوجل ماب. فهمت علي؟ يعني في مرات التكنولوجي ذاتها بتكون دافع انها تخلق انوفيشن. او في الماركت بول اللي هو شنو؟ انه بيكون في احتياجات موجوده في السوق هي تدفع الانوفيشن. فانه تو ايدنتيفاي and unfilled need in marketing بيكون في حاجة معينة فإن عن طريق process again ما زي ما بقولوا والله جاتني فكرة بقيت مليونير. لا هي process. الأمازون business model إنه عندهم التوصيل طبعا لخدمة معينة اسمها برايم لاند تكون مسجل عنده خدمة التوصيل خلال ساعتين. زمان كانت 2 day لقد بعد كده 2 hours. للعلم انه جوا امريكا يا جماعة في ولاية الولاية بيناتهم 10 ساعات و 12 ساعة. طيب كيف الناس دي بيضمنوا يوصلوا لي في خلال ساعتين؟ اذا بين ولاية ولاية 10 ساعات و 12 ساعة. كيف يا اخي ليه طلبت بس حاجة كده؟ طيب عملوا الخدمة دي هي تسويقية. عملوا أول شيء للبرايم. البرايم دين هم الناس المسجلين وبيدفعوا رسوم سنوية اللي هي الشركات. فلأنه طبعا دخل حاجات اسمها الـ AI يا جماعة اللي هو الـ Artificial Intelligence وإلى آخره اللي هو حسا أنت بتكون
قاعد تتونس مع زول عن حاجة بعد شوية تطلع لك في فيسبوك. فالارتفيشال انتليجنت او انت دورت على حاجة بعد شوية طلعت لك في واتساب. فالارتفيشال انتليجنت هنا انه الشركات طبعا لازم تكون مسجلة على اساس انه يكون في ريكوردنج للداتا. فالشركات بناء على الطلبيات بتاعتها امازون بتقدر تتوقع شنو هي الطلبية القادمة. يعني لسه انا ما طلبت لكن بيقدر يتوقعوا انه طلبيتي الجايه تكون شنو بناء على التاريخ والهيستوري بتاعي المعاهم. فبيعملوا شنو؟ عندهم مخازن، امازون قايمه على المخازن، قايمه على الاستورج. بيقوم بيجيب لي الحاجات اللي انا متوقع اطلبها بيحطها في المخزن الجنبي. عشان انا لما اطلبها تصمخ لها ساعتين. وهي ممكن تكون على بعد 20 ساعه. لكن هو بناء على طلبيات ممكن تكون جايه من الصين. لكن بناء على طلبياتي والهيستوري بتاعي هو بتوقع انا حطلب شنو فبقوم بجيب لي مسبقا في مخازن قريبه مني اساس انه لما اطلب تصنيف لها ساعتين. فدي يا جماعه المساله بتاعت الاناليسيس والقيمه بتاعت الاناليسيس. انا قدامكم والحمد لله غير اني ماركتيرز انا سيرتيفايد جوجل اناليتكس وما بالصدفه لانه مع تطوري في الماركتينج ودخلت مرحله الاستراتيجي والى اخره عرفت يعني شنو اهميه التحليل. اوريدي عندي باك جراوند مالي واوريدي زول محلل مالي والى اخره لكن برضو جيت ادفانسنج ان ماي كاري. انا بقول لكم الكلام ده كله دي الحته تركزوا عليها يا اخواننا ودي السكيلز اللي بتحتاجوها. فجيت اخذت الكورس بتاع جوجل تمام واسمه شنو هو بالمناسبه حتى الكورس بتاع جوجل بتاع الاناليتكس حتى الكورس بتاع كورسيرا بتاع جوجل بتاع البروجكت مانجمنت دي كلها سكيلز هي اللي بتخليك في بوزيشن زي البوزيشن اللي انا فيه هسه هيد اوف ديبارتمنت. انه طور نفسك طور نفسك دي السكيلز اللي بتحتاجها تمام. علم اهميه الاناليسيس تعالوا لماكدونالدز دي توريك اناليسيس بتوريك الكاستمر اكسبيرينس بتوريك اهميه اندرستاند العميل. احنا كنا بنتكلم على شنو على الكاستمر فاليو بروبوزيشن انه كيف اعرف العميل ده هو متوقع شنو. طيب الماكدونالدز البيزنس موديل بتاعه انه انا داير اسلح كثير ارجو احاول في 10 دقائق اخلص عشان اديكم فرصه الاسئله يا اخوان. البيزنس موديل بتاع ماكدونالدز انه يدوك سندويتش خلال 5 دقائق في اقل من 5 دقائق. حلو ده البيزنس موديل القايم عليه البيزنس كله اسم ماكدونالدز انه تستلم سندوتشك اقل من 5 دقائق. فبتجي في العربيه برا عبال ما قدامك يطلب وانت بتكون طلبت من هناك اللي عارفينها متحركه بالعربيه الدرايف ثرو. فعبال ما انت طلبت من هناك قبل ما تصلك كاشير 5 دقائق سندوتشك يكون جاهز. ده بيزنس موديل بتاعه وده اللي شغالين فيه انوفيشن وقفلوا الحته دي. طيب بعد ما قفلوا الحته دي يقولوا خلاص احنا قفلنا على كده. لا دائما لانه عارفين في غيرهم حيجي يعمل نفس الحاجه. ما السر بعد فتره خلاص بيروح انك كيف بتعمل السندويش 5 دقائق هسه مطعم في الخرطوم بيكون وصل للحته دي. فيلا عشان كده بتبقى الميزه التنافسيه في الكاستمر اكسبيرينس. فهم مشوا لشنو؟ احنا استراتيجيتنا لاحظوا الاستراتيجيه استراتيجيتنا انه تو سير اللي هي الكومبتيتيف ادفانتج تو سير بالكاستمر اندر 5 مينتس. جو قفلوا الحاجه دي في المطبخ قفلوها بيجوا بيحللوا وبيسالوا بيعملوا سيرفي وشوفوا رضا العميل. جو لقوا انه والله في الاعياد والكريسماس وحتى في الوطن العربي في مصر والى اخره مع الزحمه بتاعت الاعياد الحته دي بتكون زحمه. اوكي هو ما في زول بيجي بيقول له اسمع انت قلت الاستراتيجيه بتاعتك او انت واعدني البراند بروميس انه انا استلم سندويش اقل من 5 دقائق حتتك زحمه لو وقفت فيها نص ساعه. ما زول بيقدر يقول له كده لانه البراند بروميس انه انت وقت ما تطلب سندويشك يطلع بعد 5 دقائق ودي هم بيقضوها. لكن لقوا انه في مشكله في الزحمه فهم دارين يمشوا للكاستمر اكسبيرينس اعلى. لقوا انه انا ودعاء ماشيين نطلب من ماكدونالدز الست دعاء حضرتها واقفه تقول لك قبل شويه دايره ماك تشيز بعد شويه لا 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 دقيقه دايره دي يلا داير دي ودايره دي وداير ذاك. بتجي تلقى نفسك انت الليله ككاستمر واقف لك ربع ساعه في الكاشير وخلقت الزحمه. ففكروا في حل الحاجه دي قاموا مشوا لمساله السيلف سيرفينج بوينتس.
عملوا نقاط بتاعت سيلف سيرفينج، وبالمناسبه ما شرط تدفع منها، في ناس بيفتكر انه دي عشان الدفع الالي مباشره، لا دي ممكن تطلب منها وتمشي تدفع في الكاشير، لو عندك بطاقه ممكن تدفع منها طوالي، لكن الفكره بتاعتها انه وزعوا السيلف على الحته بتاعت انا داير دي ولا داير دي ولا افكر في دي ولا بتاع ولا هناك، خدتوها لك بعيده من الكاشير بحيث انه الكاشير ده دائما ما يكون فيه زحمه. فده كله حته بتاعت كاستمر سنتريك، انه زي ايكيا قاعد يفكر في العميل وقاعد بيجمع في داتا ومهتم بالعميل وقاعد يحلل في الداتا دي وعنده استراتيجيه ما بيحود منها. ف يا جماعه الماركتنج استمتعوا بيه يا اخواننا. اخر حاجه عندنا الاورجنايزيشن كلتشر، او قبل الاخيره الاورجنايزيشن كلتشر دي واحده من الحاجات الناس تستغرب انه كيف الماركتنج داخل فيها. انا يا جماعه شركه محجوب اولاد كماركتنج هيد اوف ماركتنج، وزول الحمد لله يعني بس الماركتنج ماخذه بحته ابعد، انا حاليا موجود في شركه محجوب اولاد بالتعاون مع الاتش ار بنشتغل على الكوربريت كلتشر، الاورجنايزيشن كوربريت كلتشر، قاعد اقدم محاضرات لناسنا في الشركه ذاته وما ناس ماركتنج، قاعد اقدم محاضرات ناس المخازن ناس الورشه، انه كيف يا جماعه اي زول فيكم في النهايه عنده دور اساسي في ارضاء العميل بتاع الورشه ده، انه الليله التراكتر بتاع العميل ده لما يضرب تليفون ويجي ويكون مبسوط ده بزيد مبيعات الشركه، لانه الزول ده بيكون راضي عن الشركه وبيمشي يتكلم عنها وورد اوف ماوث خيالي، وتاع المخازن انه لما يجي الزول ده يشتري سبير وما يقعد اكثر من ربع ساعه الزول ده بيعمل لك. ففي كوربريت كلتشر بتاعت انه احنا شغالين من اجل العميل، والحته بتاعت انه الكوربريت كلتشر انه انت تيجي تستمتع بوقت الشغل، والحته دي كلها يا جماعه الماركتنج عنده دور فيها، لانه في حاجه اسمها انترنال ماركتنج، تسويق داخلي، انك انت الزول المسؤول في الشركه دي انك تسوق الفيجن والميشن والفاليوز بتاعت الشركه، الرؤيه بتاعت الشركه والمهام والفاليوز بتاعت الشركه انت اللي بتسوقها في الشركه. كل الشركات السودانية، ما طبعا الواحد ما يقول كل عشان ما يظلم، اغلب الشركات السودانية الموظف ما بكون عارف شنو هي الفيجن والميشن، حتسأله يقول لك دقيقة امشي اخش الويب سايت يمكن القاها مكتوبة، او امشي افتش لي بروشورات عشان يمكن القاها مكتوبة ولا كمباني بروفايل، في حين انه احنا ناس الماركتينج المفترض بنسوق الفيجن والميشن بتاع الشركة والفاليو اللي هو اصلا قايم عليه البيزنس ده. لما اقول لك استراتيجية هي بتكون معكوسة في الحاجات الثلاثة دي. زي ما عرفها ديل اند كندي، the way we do things around here، دي الكوربريت كلتشر. احنا يوميا بنعمل شنو في الشركه؟ شغالين بنعمل في شنو؟ شغالين لمنو؟ ده الكوربريت كلتشر. فالكوربريت كلتشر دي يا اما تكون بوزيتيف او تكون نيجاتيف، يا اما تكون العميل يا اما تكون ضد العميل، دي حاجات كثيره حخليها عليكم ممكن تطلعوا عليها بعدين في السلايد لانه الزمن ضايق وانا داير ادي فرصه حقيقه للاسئله. بس مرات بيكون في نزاع انه والله يا اخي الانوفيشن ده منو المسؤول عنه؟ هل هو ناس البرودكت ولا ناس الماركتينج ولا ناس الانوفيشن منو المسؤول عنه؟ هل ناس الفاينس؟ فدي الكوربريشن دي ناس الماركتينج عندهم دور كبير جدا انه يعملوا بروموتنج للداخل، تسويق داخلي، تمام؟ نعم الاكسبرتيز بارير، انه مرات الناس القدام شديد الله يديهم العافيه وهم الاسسوا وهم قوموا اسم الشركه والى اخره، لكن برضه مرات بيكونوا هم بدخلوك في الستيتس كو انه لا يقبلوا التغيير، يقول لك احنا ما طول عمرنا بنعمل كده، يلا المشكله استراتيجيك دريفت، انه العالم قاعد يتغير ما حيفضل يا عمو يا بابا بنفس الطريقه اللي انت شغال بيها، فلازم يكون في قابليه. فهم مرات بيقول لك هنا البيجنرز مايند از فريش وفيه احتمالات كثيره وفيه تغير وفيه قابليه، فبرضه لازم يكون الكورب احنا ناس الماركتنج قاعدين نسوق للحاجه دي انه يا جماعه ادوا الناس الجدد فرصه. فانت كماركتنج ده برضه دورك انك تساعد اخوانك وانك تبدا تبص في الدماء الجديده في الشركه والى اخره، تمام؟ ما همشي عليهم كلهم عشان زي ما قلت الزمن. حاجه اسمها ليرنينج اورجنايزيشن، يعني شنو؟ انه شركه قابله
لتقبل الخطأ، وإنها يعني هنا sitting evaluation، إنه الإيفالويشن والتقييم يكون جزء أساسي، لأنه أنت إذا ما بتعمل إيفالويشن ما حتتعلم حاجة. في barrier للليرنينج أورجنايزيشن طبعاً، أنا بس أضطر أختصر يا جماعة حقيقةً لأنه أخذنا أكثر من زمننا، فاضل نص ساعة فقط. طيب عندنا في barrier طبعاً، عندي حمر على سريع في ذول لو familiar معاه في حاجة اسمها product life cycle، إنه المنتج يا جماعة بيبدأ بمرحلة الجروث، تمام، بمرحلة الاستابليشمنت بيطلع للجروث، بيحصل له بيكبر يعني بيتعرف، بعد كده بيصل مرحلة بتاعت ماتيوريتي اللي هي خلاص يعني بيكون خلاص يعني المنتج ده اتعرف في السوق وبيبقى هو المستهلك هو الأساسي هو الكريسيدا، عارفين الكريسيدا، بعد كده بيحصل لها ديكلاين. حتى الشركة يا جماعة والكلتشر في الشركة بتلوم نفس الموضوع، بيكون في حاجه اسمها اللايف سايكل اوف كومباني، وبتصل في المرحله الاولى ده لما تكون ستارت اب والناس متحمسه، هنا لما يكون يداب وفي ارباح، بتصل مرحله بيقول لك شنو اولويز دو ذا سيم ثينجز واي ثينك، بيجوا الموظفين القدام ديناصورات انا بسميهم، قاعد 10 سنين و15 سنه، تجي انت بشوفك متفلسف، ليه هذا التغير؟ ما احنا شغالين كده يا حبيبي، في استراتيجيك دريفت، السوق قاعد يتغير، لازم تغير، فلو ما غيرتها بيحصل الديكلاين، تمام؟ البروجكت مانجمنت سكيلز هي اخر سكيلز انا بحب انه الزول لازم بتاع الماركتنج يركز عليها يا جماعه، لانه قبل تكلمنا على البروموشن، الكامبينز هي عباره عن بروجكت مانجمنت. الجان تشارت ده حتكون فاميليار جدا معاه لو اشتغلت في الماركتنج، الكامبينز هي بروجكت مانجمنت. إنه والله عندنا الحاجة الفلانية هنعملها من يوم كده ليوم كده، والمسؤول عنها كده، وده السكوب بتاعه، والحاجة الفلانية والفلانية، ده شغل الجانت شارت، ده شغل بتاع بروجكت مانجمنت. أنا زي ما قلت لكم أخذت الكورس بتاع عن طريق كورسيرا حقيقة، فأنت دار تبدع في الماركتينج، دي السكيلز اللي المفترض تكون عندك. وشكرا جزيلا، أتمنى أنكم استمتعتوا، شايف تعليقات إيجابية، شكرا لكم كثير، وإن شاء الله أكون كنت خفيف عليكم ووصلت معلومة بطريقة سهلة، وشاكر لكم كثير. المايك معكم. شكرا لك يا أستاذ محمد التجاني على المحاضرة المفيدة لي. في أسئلة كثيرة شديد، لكن الزمن عندنا نص ساعة بس. ممكن نبدأ بأطول سؤال جانا في الواتساب. هو بيحكي تقريبا عن نفسه، عن حاله مرت به، يعني بيقول انه هو اتعلم السوشيال ميديا ماركتينج اند سوشيال ميديا مانجر، وبقى سوشيال ميديا سبيشاليست وسوشيال ميديا استراتيجيز، فعمل بحث عن المهارات والادوار لكل مسمى وظيفه، لقى انها بتختلف وتتفق في بعضها. هدفه انه يصل لمرحله انه يكون خبير نمو على وسائل التواصل الاجتماعي. قال إنه تعلم الكونتنت استراتيجي والسوشيال ميديا ديزاين من خلال كورسات في ميتا مقدمة من كورسيرا. فمشكلته بيقول هي مشكلته تعدد الاتجاهات في طريق احترافية التسويق الرقمي في دورات هوت سوت ودورات ميتا وغيرها من الجهات اللي بتقدم مسارات طويلة الأمد في تعلم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. سؤاله إنه كيف أقدر أبني رحلة تعليمية مبنية على التعلم وفي نفس الوقت تكون متوازية مع الممارسة لكل مهارة عشان يصل لهدفه ذكرناه قبل، إنه خبير نمو على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب يديك العافيه دعاء، تقريبا السؤال واضح، والزول ده خبير فهو رد على نفسه. يعني انا ما شايف انه في مشكله كبيره في عند الاخ، يعني انت اوريدي ما شاء الله عملت كورسات، وحقيقه من الكورسات انا بنصح بها كورسات كورسيرا، لسبب كورسات كورسيرا فيها الايفالويشن، فيها التقييم،
بتثبت لك المعلومة. يا جماعة التقييم مهم شديد لأنه بثبت لك المعلومة. كورسات كورسيرا بتحضر الفيديو، بعد الفيديو بتلازم تجاوب على أسئلة عشان تمشي للمرحلة اللي بعدها. الأسئلة ما صعبة وبتغشها وبترجع للفيديو، لكن ده القصد أصلا إنك تثبت المعلومة. أنت عملت كورسات كورسيرا ممتاز جدا. الإكسبيرينس يا جماعة في حاجة واحدة معيبة على الجيل الجديد، إنه داير يطير، داير يطير. الزمن، أدي الحاجة زمنها. كل ما اشتغلت انتوا بالمناسبه في يعني ميزه بقت حلوه شديد بالنسبه للديجيتال ميديا والسوشيال ميديا، انه انت بتكون شغال من البيت، انت في فرص كثيره بتاعت انه حتى في ستارت اب او حتى يمكن هو لا وصل مرحله الستارت اب، زول يا داب دا يفكر يبدا بزنس بيقول لك استعين بخبرتك، يقول لك دير لي الصفحه او ابدا لي الصفحه او الى اخره. فدي بتديك فرص كبيرة شديد إنك تمارس الموضوع ده. وحقيقة ما في شيء بيجي قراية بس بدون ممارسة. لو زول قريت جامعة طوالي عملت ماجستير، أنا ضد الكلام ده بالمناسبة بس دي موضوع مختلف تماما، وعملت ماجستير وجيت عملت دكتوراه وجيت مسكت شركة، هتخسرها هتفلس. لأنه لازم تخش يعني الكلام بتدرسه لازم تخش تطبقه في السوق، والسوق يلعب بيك والأمواج تتلاطم بيك. فأدي نفسك زمن، ما تستعجل، هتبقى خبير. انت قطعت شوط كويس جدا بس أدي نفسك زمن. معلش أنا عشان برضو ندي الفرص للآخرين. تفضل يا أستاذ. طيب تاني سؤال، إنه كيف يعرفوا المراكز اللي بتدي شهادات معتمدة، وهل شهادات جوجل معتمدة خاصة في تحليل البيانات والبروجكت مانجمنت؟ سؤال حلو جدا حقيقة. لو هنجي على مستوى السودان بسيطة جدا، المراكز سواء بسمعتها أو إنه تطالب المركز إنه يوريك شهادة التسجيل والحياة دي كلها بتوريك هناك، وطبعا الأغلب السمعة بتاعت المركز. ولكن نجي للكلام المهم عالميا. قبل أنا تطرقت لموضوع السي بي دي لسبب صح، معليش في السودان يمكن لسه الكونسبت جديد، ويمكن تجيب شهادة من ما عارف من جوجل، ميم شهادة من النت، يعتمد ما يعتمد الله أعلم. لكن أنا أقول لك إنه في تغير حاصل. أنا قدامك على حسب طبعا الوظيفة والبوزيشن، إذا جايب لي شهادات من النت وبتوريني الشهادات دي انه فعلا انت متعلمت حاجه وحسب السكيلز ونقاشي معك والانترفيو، انا بعتمدها. ما هو علم، انا قبل قلت لك السي اي ام، ودي يا جماعه جهه بريطانيه معتمده، يعني جهه بتديك شهاده ايكوال للشهادات الجامعيه واعلى، يعني مستوى ماجستير بتديك فيلوشيب. يا جماعه دي بتعتمد على يوتيوب، بتعتمد على مقال انت ممكن تقراه في النت تيجي تعمل عليه. فده التعلم قاعد يتغير، التعلم قاعد يتغير. فانا بنصح الناس انها تتعلم من اجل التعلم اكثر من انها قاعد تتعلم من اجل الشهاده، لانه الزمن حيختلف. زمن الشهادات اللي انا عندي شهادات بس وانا راسي فاضي، ده صدقني يعني حينتهي، حيبقى انه انت فاهم شنو. طيب السؤال اللي بعده بيقول إنه شنو هي الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها الشخص لما يعمل خطة تسويقية؟ وبرضه ممكن أربط السؤال ده بالسؤال الثاني، شنو تأثير التسويق الرقمي على قرار الشراء لدى المستهلك؟ طيب هم سؤالين منفصلين. أول حاجة يا جماعة، أدي الخباز لخبزه، أدي الخبز لخبازه، أنا ذاتي جطة. استراتيجية، أمشي زول بتاع استراتيجيات، زول بتاع استراتيجيات ما حيسأل حيقول شنو الخطة اللي أنا حقع فيها. أنت ما زول استراتيجيات حتعمل استراتيجية، حتجيب من ومرت عليه الأمثلة، بتجيب قالب من النت وتجي تعبيه وأنت ما فاهم ذاته الموضوع هو شنو، حتقع في الخطأ. فالشغلة ما يعني زي الدكتور، أنت تجي تقول لي والله يا أخي لا أنا كده أخش اسمه شنو هو النت واشوف والله الاعراض دي شنو، مش اخذ لي دواء. لا، استراتيجيه امشي زوت على استراتيجيه، تمام، الى ان
تتعلم الموضوع وتبقى يعني عندك اليد فوق وتعرف انك كيف تحلل، ولانه الاستراتيجيه ما قطع راس، الاستراتيجيه عباره عن تحليل، والتحليل ده طلع لك احتياج، فانت بتوجد ادوات تغطي الاحتياج ده، دي هي الاستراتيجيه. تمام؟ بعد كده بتجي بتقيسها بالفيزابيليتي، بدراسه الجدوى، بتقيسها بالسوتابيليتي، مناسبتها، بتقيسها بادواتها الماليه، فما قطع راس. ما لم زول تدرس استراتيجيات هسه في السي اي ام، الليفل بتاع الاستراتيجيات ده ليفل 7 ليفل الماجستير، يعني تدرس ليفل 3 و 4 6 وتجي بعد كده تدرس 7، فما حاجه هي انه فورما بعديها. تمام؟ السؤال بتاع دعاء بتاع الديجيتال ميديا شنو معلش؟ تاثير شنو؟ تاثير التسويق الرقمي على قرار الشراء لدى المستهلك. تأثيره كبير جدا بسبب وبالمناسبة، دي نقطة مهمة. تأثيره 10 سنين فاتت ما زي تأثيره الليلة، تأثيره الليلة أضعاف أضعاف 10 سنين فاتت. ليه؟ دائما تأثير القناة التسويقية بيعتمد على مدى ارتباطة بينها. تمام؟ التلفزيون كان من أكبر القنوات تأثيرا. ليه؟ لانه ارتباطنا به كبير، بنستمتع بنخبر به الافلام والتلفزيون والكوره وال 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 الى اخره. حاليا السوشيال ميديا هي الاقرب لنا، الزمن اللي بنقضيه وانا حاسه بحب انه حياتي اخذها في السوشيال ميديا، فبالتالي هي البيئه اللي انا بحب اخذ فيها واخذ منها. فتماما تاكد تماما انه تاثير التسويق الرقمي كبير شديد 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 علينا بسبب ارتباطنا الكبير بالسوشيال ميديا والوقت اللي بنقضي فيه. شوف قبيل انا قلت يمكن كلمه يمكن ما انتبهت لها شديد، انه الدعايه او الترويج تكراره مهم شديد شديد. البيلبورد انا لما اجي اخذته واخذته في حته بحيث انه انت ماشي جاي ماشي جاي تشوفه. البيلبورد ما شانل بتاعت انها تشوفها مره واحده وخلاص تمشي حتشتري بناء عليها، هي اويرنس. فنفس الشيء السوشيال ميديا، قدر ما انا قاعد في السوشيال ميديا، قدر ما انا بقيت اكسبوز لبراند معينه، قدر ما اثرت فيني. طيب اخر سؤالين قبل ما نتجه لاسئله المهارات والكورسات. السؤال الاول، لماذا اغلب العلامات التجاريه اليوم تتجه لأسلوب التبسيط في شعاراتها؟ ممتاز جدا. هي حقيقة برضو برجع بقول إنه الاختلاف في اللايف ستايل. زمان ما كانت في الأدوات اللي موجودة هسا، يعني شعار أبل أنا لو كان ذكرت حقيقة كان أدركته في البرزنتيشن. شعار أبل عبارة عن لوحة، لوحة عادية، لوحة كده فنية، نيوتن قاعد تحت شجرة وتفاحة بتقع في راسه، تخيلوا ده الشعار بتاع أبل. تمام؟ لو زول بس خشوا على الجوجل أكتب شعار أبل القديم، نيوتن قاعد تحت اللناي، وما كان طبعا فكرته الانوفيشن وشجرة وفي تفاحة بتقع عليه في شنو. فده الزمن ده كان ده المتطلب بتاعه. تمام؟ الزمن قاعد يتغير، مع تغير الزمن ده زمان البراندات كانت بسيطة، يعني شركة، عشان طبعا كلمة براند ذاته احنا رجعنا يا جماعة الهيستوري بتاع هو كان الختمة اللي تختم به الخرفان والجمال زمان، انه دي جمالي ده الختم بتاعي. منها جاء موضوع البراند او اللوجو. تمام؟ فكانت الشركات ذاتها بسيطة. البيت تكلمت لكم عن السيكونس بتاعتها، إنه كان الزول الأكبر برودكشن هو البراند، هو اللي بيبيع أكثر، فكانت الشركات بسيطة. مع الزخم اللي حصل حس للشركات واو إلى آخره، بقى عشان أقدر أتذكرك لازم أكون حاجة سيمبل. كل ما كنت سيمبل كل ما بقيت أتذكرك. لكن في نقطة مهمة شديد حقيقة في موضوع اللوجو، أنا معلش حسيت فيها شوية، لكن النقطة دي مهمة شديد يا جماعة، بالذات للناس الجداد في الماركتينج، بالذات للناس الجداد في الستارت اب از بزنس. ما تضيع زمن كبير في اللوجو ولا تصرف قروش كثيرة في اللوجو. اللوجو هو زي اسمك. أنا محمد التجاني في السودان، في كم محمد تجاني؟
تأكد إنه على الأقل حيكون في حكاية بتاعت يمكن 10,000. تعال شنو بيخلي محمد التجاري حسن اللي بيتكلم معك ده مميز؟ إنه الزول ده طور نفسه في الماركتينج بقى مميز بالماركتينج، بيزن معروف بالماركتينج. نفس الشيء اللوجو، اللوجو واسم الشركة هو اسم لا غير. القيمة اللي انت بتخدها في الشركة دي هي اللي بتخلي من الاسم بتاعك او اللوجو بتاعك حاجة مختلفة. وبالمناسبة اغلب الشركات العالمية اللي قدامك دي غيرت شعار، يعني شعارات دي كانت لا تسوى شيء، غيرت شعارات مع كبورة، لكن ما بتبدأ من البداية بانه يعني الشعار ما هو العمل الشركة. واديك مثال بسيط جدا، اشهر شعار في الدنيا شعار نايك. حس لو جينا الشركة السودانية بتاع الجلود، زول بيصنع جلود وجاء عمل علامة النايك، هل تعتقد انه علامة النايك دي هتخلي الشركة دي تبقى عالمية؟ لا، الشركة كانت عندها قيمة وبقت عندها اسم، بقى عندها براند، انعكس في شكل اللوجو ده. اتمنى انه دي وضحت الصورة كويس. طيب في سؤال عن كيف إنه يقدر يقنع الناس بالشراء لو ما كان عنده إمكانية تقديم تخفيضات أو إنه يقلل السعر؟ والله السؤال ده فضفاض جدا وما مكان الإجابة عليه هنا، لأنه أنت بتتكلم على تقنيات البيع والماركتينج والكلام اللي تكلمنا عنه البيع ده كله. أنت عشان تبيع لازم تخلق ميزة تنافسية، يعني أنت بالأصح إجابة سؤالك المحاضرة اللي قلتها دي كلها يعني. تفضل يا نهار. طيب آخر سؤال عن المسميات الوظيفية في الماركتينج أند سيلز، وأهم المهارات وأهم الشهادات والمراجع والكورسات. طيب عشان ما نبقى في مسألة إعادة، المسميات الوظيفية قلت في البداية باقتضاب، ممكن توسع فيها أكثر عن طريق النت، لكن لو رجعت لبداية المحاضرة حتلقاها. الشهادات حقيقة يا الشهادات الجامعية زي ما قلنا، والMBA تخصص الماركتينج بلس CIM، وحقيقة حاليا ما في حاجة بتوازي CIM على مستوى العالم، وفي نفس الوقت هي ما بقت في متناول اليد، يعني دارت إنها دخلت السودان. فدل دل 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 الباث لو حاب تمشي فيه، يعني حتى حاليا في بريطانيا المعيار الأساسي للماركتينج هو CIM يعني. طيب تمام. أخيرا الناس طلبت وسائل تواصل لك زي مثلا لينكدين أو إيميل، فممكن أرسل لهم واتساب في الجروب. شكرا. أكيد 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 موجودين الواتساب، من رقم التلفون لللينكدين للفيسبوك، ما في أي مانع. تمام، شكرا لك يا أستاذ وشكرا على زمنك. شكرا لكم.